ده حاضر. معاك فكت؟ معاك 10 ولا 5 ولا اي حاجه؟ اه انا معايا فكت 10 جنيه. 10 جنيه على بعضتها. وريني كده. هات ال 10 جنيه. وانت معاك كمان فلوس؟ انا معايا 5. 5 جنيه انت دافع 10 وهو 10. ماشي؟ استنى نحط ايدينا. ده احنا ما لين بياكل حق حد. ده هي خلاص يعني؟ عبيط انا؟ اتفضل يا عم. 10 جنيه حلوه وانت 5 جنيه. ايه ده ايه ده؟ اشمعنى هو 10 وانا 5 يا لمبي؟ اسلم. ماشي يا عم. انا خد يا عم ده 5 كمان اهو. كده مرضيين وصباح الفل ولا ايه؟ مرضيين وتمام وزي الفل. لا الفل ما كنتش حق حد. يلا بالسلامه. كملوا بقيه حساب انتوا. يلا الف سلامه. ميتين من الاخره جايين هيضحكوا على لمبي وانا عبيط ولا ايه؟ بقول لك ايه يا لمبي؟ ايه؟ ما تيجي تسيبك من حكايه الكنز ونعيش زي ما خليق ربنا. يا بنت ما احنا رايحين نعيش اهو. لو قعدنا هنا اللي هنموت. وبعدين ابويا هريسه اللي هو حماكي ساب لي الكنز ده عشان خاطر ما بقاش خدام زيه زي بقيت جدود جدود جدوده. اما كلهم كانوا بقوا خدامين. ايه الكلام ده يا لمبي؟ مش متعود عليك تقول كلام يائس وجواه غامق. لا لا يا بسبوسه، مش كلام. انا اللي يائس وغامق من جوه. الويقع الويقع هو اللي غامق ويائس من جوه. الحياه في الابسوليوت اللي كلها زي الموت بالظبط. الموت هو الحقيقه والويقع الابسوليوت للبني ادم في وسط الدنيا الزهوبه. جاي يا لمبي انت سايبني وبتكلم نفسك؟ يا بنت بكلم نفسي بقى. انا عايش وعامل فيها عبد الحليم حافظ وانت زلطه قاعده جنبيا؟ يا بنت الخيال ده عايشين معايا بدل ما انت واقفه في الضلمه كده. بلا خيال بلا بتاع. هنعمل ايه في الكنز؟ هنعمل ايه في ايه؟ في الكنز. في الكنز؟ اه. هنعمل ايه في الكنز؟ بالذمه يعني دي خلقه يعني ولا بق يتقال الكلمه دي كده؟ ماله بقي؟ ماله بقي؟ إيه؟ انت بتتجنن فيا يا بنت ولا ايه؟ ايه يا لمبي انت هتمد ايدك عليا ولا ايه؟ يا بنت اوديك بالدماغ كمان يا بنت. دم نفسك واحسن بدار ايدك اتصاب لك بسنانك. راشي سخن ودمه فايش. دم الفاضي ده. طب هنعمل ايه يا سيدي رجاله؟ ما تجيب بوسه بقى. بس يا لمبي في ميتين. يا بنت تجيب بوسه في القبور دي كده. بس يا لمبي تفك الصدور. تعالى عايز. هنروح فين؟ المفروض ننزل تحت نعرف بقيه السر من عم كريسه. اه لو كده بقى سيبها لي. تعالى ورايا. طبعا ما انت ابوك شيخ الميتين. عادي. بس خلي بالك وانت نازله. تعالى بس انت اللي خلي بالك. انت ايه يا لمبي بالراحه؟ ما تخبي ما تنزل بقى هنزل. ما تنزل. ايوه يا بنت نازل. طبعا انت واخده على الحكايه دي. ابوك سفير الاموات. يا بنت بالراحه. انت حاسين اني داخله بيتكم. بسرعه شويه يا لمبي. ها الله. تصدق يا لمبي تربة ابوك شرحة. شرحة؟ اه صدقني فعلا شرحة. اخدها لك سكن جديد؟ يا بنت ده مدفن. مدايم اللواجوة. ايه انت جاي تدفنني ولا ايه؟ جاي يا لمبي انت خايف ولا ايه؟ لا لو خايف تقولي من دلوقتي هنا. لو خايف تقولي من دلوقتي مش اللمبي يا بنت اللي اتهدت ولا اي حاجة. ده انا اذبحك انا وادفنك في قلب المدفن. عارف ايه اللي حببني فيك بردك يا عسلة؟ ايه؟ انك واد حملة. امال ايه؟ امال ايه الحمد ده؟ انا طول عمري مصمم ان انا ابقى حمدة. الله. هو في حاجة احنا بنجري من ايه؟ يه ابوك يا لمبي. اه ابويا. يلا خش. اه ايه؟ طب بص عشان خاطر لنا يعني احنا ما ينفعش ان احنا نخبي حاجة على بعضنا صح؟ خير يا حبيبي قول. يعني احنا هنبقى في جواز بينا وبين بعض كده وفي عيادة وفي خلفة فلازم ابقى صادق معاك. قول يا راجلي. نخاف قوي. ياه يلا خش يا لمبي. ايه اللي خايف ومش خايف؟ المصيبة دي يلا تعالى. ده ايه البنت دي؟ الله شفت عامل ايه؟ اهو ابويا رافع رجليه ناحية الكنز. كنز؟ هنا بالحتة دي. بس احنا حن كده يا قصر بالذات. جرب زق كده. ايه؟ مش عارف. اخش فيها مالو بدماغي بقى. في جديد؟ ايه رايك بقى؟ شديد. حلو دي؟ تعال يلا تعال عشان نشوف الكنز. يلا. يلا خش. خش فين؟ اه هو ضلمة ولا ايه؟ انت لسه خايف ولا ايه يا لب؟ يا بنت خايف ايه؟ انا مش شايف بس. طب يلا خش. خش هنا. خش اعمل ايه؟ ايه؟ خش اعمل ايه؟ الباب. الباب ايه؟ ما هو مقفول اهو. واضح ان احنا حظنا تعيس. يلا بينا نطلع نسلم نفسنا يا بسبوسه. نسلم نفسنا؟ انت مش معاك المفتاح؟
مفتاح ايه؟ مفتاح الكنز، يلا بسرعه جايين. اه مفتاح الكنز. عن اغنائك المصحف ده مش هزغنى عندك فطول حياتك. دخل في القارة بتاع قشطة، دخل بيت في القارة بتاع الحقني على امي يا حبيبتي يا مزبوطة. الحقني على امي، الحقني على امي يا لبي، الحقني. ويجري زنبي ولا يجري، وماسك البس المزبوطة في ايديه، والديان عمالين يجروا وراه وهم جدو. هي ايه يا حبيبتي؟ ايه قطاطا نامت فجأة وهي بتحكي الحدوتة؟ ده عادي يعني؟ قطاطا، قطاطا انت جاي تعمل في شغل ولا ايه؟ يا قطاطا اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شفت حبايبي كلهم، كل الاموات، وبيسلموا عليك يا عباس ومستنيينك. انت بتفولي في وشي ولا ايه وليا انت؟ لا بالنبي يا حبيبي، ده هم طايرين كده. الله يسلمك على عباس. خلاص انا مش عارف انا جالي هبوط فجاه دي. طيب اجيب لك شوكليت كيك؟ اطلب لك شوكليت كيك؟ ده حلو ولا حلو ولا استحلام؟ حلو طبعا يا قطاطا. مش استحلام؟ لا استحلام، اصل انا عايز املى معده كتير. لا حلو، اكل اهو. ماشي، اطلب لها شوكليت كيك يا جدو. اتنين. جبت شوكليت كيك منين دلوقتي يا حبيبتي؟ لا من ايه ده، وانا عايز كل الشوكليت كيك اللي قلت عليه. اوعدك الصبح اول ما يفتحوا هجيب لك شوكليت كيك. خلاص ماشي، طب اكل فشار حلوه. ماشي صح جدو، صحي مامي تعمل لها فشار. مامي انت مش قلت بمرة تعجلت؟ خلاص ماما نايمه يا حبيبتي، هنصحها من 7 نومه دلوقتي تعمل فشار. طب اقول لك، هات لي دوم وفوز ودور عويجه وسوداني وجيب وموز. وبعدين معاكي بقى بدل ما اطلع زرابيني عليكي وانت فاهمه. ممكن كده طالع زربيزه واحده؟ بصي بتكلمني ازاي؟ معلش معلش يا قطاطا، في ايه يا جدو انت بتعصب عليا كده ليه؟ ما انت مش عارفه كده ليه حاطط دايره من الرياله. خلاص معلش، ما تزعليش يا قطاطا. قطاطا لا، ممكن تقولي لي بقى بسبوسه عملت ايه؟ بسبوسه مين؟ حبيبه الليمبي. الليمبي حبيبي يا ليمبي. ها يا ليمبي الحقني، الحقني على امي يا حبيبتي يا بسبوسه. هذا هو انا عارف ادور في اوضه لما هدور في الصحراء. يلا بس انا متفائل. ايوه اكيد هيبقى جد هريسه دوت صاحب محاجر هنا، والورث هيبقى عربيات روري بقى وبندوزر، ويبقى هو ده الكنز. ايوه افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، سمسم ابويا. اسرع ايها العبد الكسول ولا تتلكا والا قتلتك. ده بنسيله فن هنا اكيد. فجر الاسلام، فجر الاسلام بتصلي فجر الاسلام؟ النبي عن النجم. عايز اسالك سؤال كده، وانا اروح منين هنا؟ ايه يا عم، انا بقولك انا عايز اتصور معاك، بقولك انا اروح منين ازاي عند الناس يعني؟ لن يتحدث معك عبدي الا باذني انا الملك. مالك مالك يا عم، انت واخده مفروش. كيف تجرؤ، كيف تجرؤ ان تتحدث مع عبدي دون اذني؟ وما زي النساء هذا؟ أمخنث انت؟ من اي قبيله انت؟ اللي من اي قبيله؟ من عند قبيله عبيد. مالك يا عم الحاج، انت مكتب الدرع وكده ليه؟ وبعدين فين الكاميرات اللي انتوا بتصوروا بيها هنا؟ في مندمج قوي ومحروق. انا بسأله كلمتين، انا بقول اذا كان ينفع هو يرد عليا، ينفع مش هينفع. خلاص يا عم الحاج، هو حر. حر؟ اتقول على عبدي انه حر؟ خسرت.
ده انت هتقتل بجد ولا ايه؟ يا نهار اسود، ده المعاون هيطرقع لك على قفاك. يا للخساره، كان عبدا رائعا، الان سوف اذهب الى السوق كي اشتري عبدا جديدا. هي فين ال فين ال فين الكاميرات اللي هنا؟ فين هي؟ فين؟ فين الكاميرات؟ كاميرات فين؟ خسئت يا مخنث! ده بقول لك ايه؟ اصحى بقى يا عم الحاج، وهيحصل معاك الصح كده يا عم الحاج. خلي بالك من احسن ده. انا بص، اوعى 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 اوعى. ما هذا السراح السحري الذي ينفتح فينبثق فيتلولخ؟ أرجوك أرجوك لا تقتلني أيها السيد، أرجوك. كاميرات فين؟ خلاص انهض انهض يا ابن المفضوحة. أنهض يا خلاص، لقد عفيت عينك. غفرت عني، لقد عفنيت عينك. أشكرك. فين بقى الكاميرات بقى فين؟ قول يا الله يخرب بيتك، الموضوع ده بجد ولا إيه؟ وبعدين اللبس ده بقى انه هيعمل لي مشكله في الابن. ودا ودا انت ودا ودا ودا. يا قوم يا قوم، هذه اخر قافله ستذهب الى مصر هذا الصيف. هل يريد احد ان يذهب الى مصر؟ هناك مكان لشخص واحد. السلام عليكم. والنبي انا يعني عايز اسال، هي العشوائيات دي متجهة لفين؟ ها؟ العشوائيات دي متجهة لفين؟ أنا عايز أروح مصر. أنا لا أفهم شيئا مما تقول. أنت أعجمي؟ تحدث العربية. ما عنديش عربية أنا. أنا بقول لك عايز 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 أروح، عايز أتكلم بالعرب يعني؟ نعم. لقد سمعتك تهلفظ بالكلام أن هذه القافلة دي ذهب إلى مصر. هل هذا كلام حسن ولا نجيب ام حسن ولا ايه؟ انا لا افهم شيئا، سواء تحدثت بالعربيه او بالاعجميه. وعلى كل حال هذه هي قافلتي، سوف تتجه الى مصر، وهي اخر قافله هذا الصيف، وسوف تصل خلال شهرين او ثلاثه اشهر. يا ويحي يا ويحي، ثلاثه اشهر ليه؟ والجمل ده كم سي 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 سي؟ لا افهم شيئا. وعلى كل حال سوف نشد الرحال على تلك الجمال. ما أجمل الجمال، يقولون أن الجمل سفينة الصحراء، هل هذه حقيقة أم فتنة؟ يا رجل أنت تثرثر كثيرا. يا عم أنا اللي مصرصر، ده أنت اللي ضارب الشريط كله. أنا أريد أن أذهب النهاردة اليوم إلى جدي هريسة قبل ما يتهرس ويموت. عايز أعرف مكان ال ولا بلاش؟ أضحك ثاني يا رجل. لماذا؟ لأنه من المستحيل أن تصل إلى مصر قبل شهرين، هذا على أقل تقدير. وهذه هي قافلتي، وسوف تتحرك إلى مصر من الحجاز. الحجاز؟ لا طب احنا ايه اللي جابنا مصر الجديده؟ نعم نعم. ايه ده؟ نعم دي بتاعت انا. مع السلام عليكم. انتظر يا رجل انتظر، ارجوك. ايه؟ ينقصني فرد واحد لكي اتحرك بهذه القافله. يا عم بسيطه، يا عم واحد مصر، يا عم يا عم الحاج معانا واحد مصر، الجمل فاضي جوه. لا انا خش خش يا عم شيبوب، الجمل فاضي جوه. خش اركب اهو. خلاص يا عم اي حاجه. ابو غلطت الام. يا هندو، إن حالنا يزداد سوءاً يوماً تلو الآخر. أعلم يا عمي هريسة أنني أصبحت عبئاً عليك، فأنت مسؤول عن طعامي وشرابي وكسائي. لا تقولي ذلك يا هندو، فلقد تركك أبوك لي أمانة، ويجب علي أن أرعاك. حفظتك الآلهة يا عمي، ولكن كيف سنتصرف لتسدد ديونك
التي أصبحت مثل جبل أحد بل تزيد. إيه، سأبيعك في سوق الرقيق. ماذا؟ رقيق؟ ألم تقل لي إن أبي تركني أمانة في عنقك؟ يا هندو، يا هندو، أنا لن أعيش لك طويلاً، فلربما اشتراك أحد السادة فيضمن لك غذاءك وطعامك وكساءك، وإنه من المحتمل جداً، ولو أنه احتمال ضعيف بل احتمال منعدم، أن يتزوجك أحد السادة فتصبحين من سادة قريش. لا يا عماه، لن أرضى أن أصبح أما. يا هندو، لقد مضى وقت الكلام، فقد حجزت لك في المزاد اليوم، ولقد أخبرني أحد المنجمين أن بيعك سوف يبعد عني وعنك سوء الطالع. هيا بنا يا هند، لا وقت للكلام. أترضى بذلك يا عمه؟ هيا هيا يا هند. امتى صباحا يا هذا؟ يا عم عمت ولا ما عمتش، انا نفسي الاقي نقطه ميه، انا حينك بقى حطب. يبدو عليك التعب، من اين اتيت؟ لقد اتيت مشي من الحجاز. اتيت مشي من الحجاز. يجب ان تاكل يا هذا. يا عم انك تهذي. يا سيدي انا لا افهم كلام امك، انا اريد ان ماذا هذه اللمه؟ ملمومين على ايش؟ انها مسابقه في الشعر. مسابقه في الشعر؟ شعر ايه يعني؟ بواريك وقصص وكده ولا ايه؟ يا عم انت ما بتردش عليا ليه؟ تدفق في البطحاء بعد تبحطلي، وقعقع في البيداء غير مزركلي، وصار بكل أركان العقيش مقرنصاً، وهام بكل القارطات بشيكل. من لم يعش متعززاً بسنانه سيموت موت الذل بين المعشر. لا 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 يا عم انت، يا عم انتوا بتعرفوا على ايه ده؟ عمال يهفلط بأي كلام. افهم مما تقول انك تريد ان تتبارى معي. اتبربر معك يعني ايه؟ اشعر لنا. اشعر ده انا اشعر وبس؟ ده افضل اشعر لحد ما تطلع لك شعر من صدري. يا قوم يا قوم، بعد ان سمعتموني ايها الساده، الان ستسمعون لهذا الرجل. انت بتسخر كده يعني؟ بتستهزئ بيا؟ ما اسمه السيد؟ اللندي. مرة أخرى؟ اللندي، اللندي. والآن سوف تستمعون للمبي. اصعد يا لمبي. ايوه انا اشعر يا لمبي. أيوة يا عم بقى خنقتنا. سمعونا سالفة من حبيب النبي بقى. أسامحك لا، أغفر لك لا، أنا مش نبي ولا إله، كتير حذرتك كتير انذرتك من حسن حزنك، شفتك معاه بلاش الحاح ضمير ارتاح، دموعك دي دموع تمساح ملحوظة. لماذا دموعه تنسح؟ لأن تنسح لا يبكي. خلاص. دخل دخل.
ده شفت بقى؟ سيد الشاعر العظيم تعيان ولا ايه؟ من أين أتيت بهذا الشعر؟ يعني ببقى قاعد كده وبينزل عليها الوهم فأروح كاتب المشعرة. الوهم؟ مقبول. هل هذا من الشعر الحر؟ أكيد طبعاً، هل هناك شعر المسلزيك؟ عذراً تقول نسيت اسمي، بص عطرتك لك وجهك. لقد حفظته. ولكن ما هذا الملبس؟ هذا الملبس؟ إنه ملبس حر أكتبه ألبسه عندما أكتب الشعر ولا إيه؟ إذن يا قوم يا قوم إنني أعلن لكم أن الفائز بجائزة الشعر، معذرة الاسم مرة أخرى، فإن اللمبي، ولو نسيته أنا هعلم عليك. هو اللمبي، اللمبي وقد فاز بجائزة الشعر وقدرها 1000 دينار. بخن 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 بخن. هذا 1000 دينار؟ ده أنا ده دينار الكويت ب24 جنيه مصري دلوقتي. بخن بخن. الله لا بخن بخن فعلا. بقولك إيه، هذا يوجد هنا مصرف صرافة. وما هي الصرافة؟ الشنش العملات، مكتب صرافة زي اللي في ميدان لبنان، عارفه؟ نعم، إن الصرافة هي عند اليهودي. اليهودي؟ أنتوا اللي مؤسسين البنوك أنتوا يا كفرة. بخن 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 بخن. مرحبا 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 مرحبا. ما هذا الشعر الجديد؟ إنه لتطور للقصيدة. بالفعل، أرأيت السجع؟ نعم نعم. ما هذا الملل؟ أكاد أفقد متعة القتال. ألا يوجد في هذه البلدة من يستطيع أن يصمد معي؟ ها؟ أريد أن أستمتع بلذة القتال. أين الرجال؟ أين الرجال؟ أكلكم نساء؟ جائزة العلين ده ولا إيه؟ إيه يا عم؟ إيه يا عم ستوب موشن شوية؟ أنت إيه؟ لماذا أنت عامل نفسك فتوة على شوية عيال؟ ولكنك إذا لعبتني؟ ها؟ أنا حمرمن بك الأرض دلوقتي، وطب جني يا عم الحاج؟ ها؟ المخرج فين بقى؟ وشايفني المخرج؟ واخد المخرج؟ ايه ده؟ ده احمد مرعي ده؟ ولا احمد مرعي؟ لا اظنك تستطيع ان تبارزه. يا عم بارزك حتى كمان بالسلحنيك الصغنطط ده. يا كاميرات فين يا ده؟ هتشوفني الوقت المخرج هتشوفني؟ خذ هذا. ها ماشي. قضيت على نفسك ايها المسكين. قولوا لي الخيمه بتاعت المخرج فين؟ يلا اهو يلا. لهجتك غريبه ولكني سعقت لك. يا ولد ايه؟ وعامل خدعه؟ شوف بص بقى، شفت بس العقد الميزه بيبقى انتاج مكلف، شركه فرنسويه هي اللي بتنتج الفيلم. هي فين الكاميرا؟ بس برافو قوي، برافو قوي والله يا كابتن. يلا بقى عشان نخرج. يلا انا انت موت موت ده عشان موت. نعم نعم ساموت. احسنت يا رجل. مع السلامه. مرحبا 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 مرحبا. هي فين الخيمه؟ ايوه الخيمة بتاعت ال مرحة مرحة. بقولك ايه، فين بقى الخيمة بتاعت المخرج الأستاذ عباس العقاد فين؟ اللي هي الخيمة اللي بيقعد فيها كده وفرج على التلفزيون وهو ما كانش شايفنا. ايه؟ فين؟ انتوا ميتين ولا ايه؟ تقدمي يا فتاة، جارية من بلاد الشام
تجيد الكلام وعزف الأنغام وتفسير الأحلام وتذهب الطعام وتسهر الليل لا تنام. من سيشتري؟ 100 دينار 100 دينار 150 دينار 150 دينار 160 دينار 160 دينار 200 دينار 200 دينار إنني خائفة يا عمه. لا تخاف يا هند، لقد بيعت تلك الجارية القبيحة ب200 دينار، وبالطبع أنت ستباعين بمبلغ أكبر منها. أنا لست خائفة من هذا، أنا لا أريد أن أصبح جارية. كفي عن هذا له الفارغ، لقد حان دورك، عودي إلى مكاني. هيا هيا. ابنة أخي أيها النخاس، جميلة فارعة بيضاء هيفاء جعداء رغداء. هيا لنعود 20 دينار كيف المصاعر؟ وده سوق الجمعة؟ دخلته بضاعة إسلامي ولا إيه؟ ده الفيلم. أصل أنا حضرت تصوير الفيلم في الجبل مع ال. اقترب اقترب صناعة الشام، اقترب صناعة الشام. مع السلامة عليكم. إمتى صباحا يا هند؟ مع السلامة. الله يعليك، نهارك أبيض إن شاء الله. ها ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ جلبابا تريد أم سروالا أم ماذا؟ لا أنا عايز يعني حتة جلابية كده، جلابية كده أداري بيها عوراتي يعني. عندي لك ما تطلب. أيوة. ما رأيك في هذا؟ ما رأيك في هذا؟ هذا؟ أنت إيه بتبيعه بالجلابية اللي لابسها؟ لأن أنا هاخد راجل بالجلابية؟ كلا كلا، أبيع هذا الجلباب فقط، أما هذا في ملكي، أعرض عليه بضاعتي. أيوة، من كان؟ مانيكان ده اسمه مانيكان، عن ده اسمه مانيكان. ده انت مختار نفس الشخصيه، يخرب بيتك. بس هكمل معاك، ده مانيكان ده واضح انه لا يعجبك. ما رايك في هذا؟ هذا جميل، هذا جميل، وهو ايضا صناعه الشام. صناعه فاخره. اين انت؟ صناعه بدور فاخره. بدور على الكاميرا، بس انت حافظ حلو قوي. صناعه فاخره تليق بفتى يافع مثلك. بكم هذه الستارة؟ سأبيعك إياها ب10 دنانير فقط. نعم، 10 درهمين ليه؟ ده موجود في أي حتة ب2.5. انزل على سوق الموسكي أو شارع الشوارب هتلاقيه مرمي على العربيات هناك. وغير كده بقى اسقط على مول طلعت حرب، هتلاقي الدنيا هناك دولك بنكسر الاسعار تكسيرة. ويحك، من هذا طلعت حرب؟ يا دي خرب بيتك، ده انت بتمثل جامد قوي، بس انا هشغل معاك برضو. هي فين الكاميرات؟ من؟ طنوس عملت. برافو عليك والله، برافو عليك قوي. واضح انها فعلها ابا الحكم مره اخرى، وافتتح متجرا ليبيع فيه بسعر منافس. ولكن هيهات هيهات. اسمع يا هذا. أيوه. سوف أبيعك إياها ب5 دنانير فقط. حلو قوي، ماشي، إنني أوافق. ليس هذا فقط، بل عليه عمامة أيضا، هدية مني لك. حفظتك الآلهة. حفظتك محافظة الهدية؟ ده أنت كده بتشتري زبونا. قل لي بالله عليك. أيوه. من أين تلك الملابس؟ ها ما دي الشنسات اللي أنا بقولك عليها، ده من عندي مول طلعت حرب. انه جيد جدا. بقولك وتلك القلاده من طلعت حرب ايضا. دي بقى من واد اسمه سعيد قطعوده. سعيد قطعوده ده بقى خد من عنده بقى ايه؟ احلى سلاسل واحلى هدايا. سعيد قطعه له؟ من قطع له؟ اريد ان البس. انتظر. انت اديني بهذا. بالراحه يا عم علي. ما هو عبدي عبدي. ما تندمكش ابو كده، ما ممكن ربنا يكرمه وياخد دور كبير وانت تبقى كومبيرس ووقف نفس الوقفه دي. النجوم بتتغير، خلي بالك. انه اسود وانا ابيض. يا عم مش بالسواد ولا بالبتاع ولا ما ممكن يجي واحد فوشيا يجي يروح مطيرك ويركب مكانك وخلاص وركب النجوميه. خليكم متواضعين مع الناس ومع الكومبيرس بالذات. هتظبطني الدي ولا امشي بقى بوشك ده؟ بكل تاكيد بكل تاكيد. تفضل تفضل. واد يا عم الدرانيد اهي معايا، بس اقيس الاول. مش يمكن تطلع ميكس مارشال ولا حاجه ولا اميديان في الخلف؟ ما في الخلف.
اقترب يا سيد، اقترب. صناعة الشام. أيوة. هنعمل بقى دي كده. أيوة. انزل. أيوة. قطع تاني. بس وشك حلو قوي يا ابو المصحف، انت تعرف والله ربنا هيكرمك، والكلب ده هيبقى عندك بعد كده، ده هيبقى البيس بتاعك. ابو المصحف خلي بالك انت بس اهتم بوشك، وشك هو نعم تحس انه جاي من بعيد بس حلو. ابو المصحف ده ما تخافش كروز. رغي رغي اسمع الباشا هيقول لك ايه؟ انت بتتكلم ازاي وانت واقف وانت قاعد هنا؟ ازاي انت بتتكلم بدورين؟ لا بروحين. والنبي عشان ما تغلب الناس عليا واقول ان انتوا بتتناوبوا عليا. بن ايه؟ بتتناوبوا. اسكت يا ولية، نتناوب ايه عليك وطينة ايه؟ ده ايه السواد ده؟ اسمعي الباشا وخلصي. شوف يا استقطاطة، حفيدتي شافت امها وابوها وهم بيموتوا قدام عينيها، فتعبت نفسيا يعني. ماتوا ازاي بقى؟ انا هقول لك اهو. ايوه. بس اللي انا بقوله لك ده قطعت عشان خاطري. ده سر. توعديني انه ما يطلعش من بوقك خالص، خصوصا اللبس. برمس. عشان خاطري. برمس. خدوها وراحوا بنت الحيوانات. ايوه. وهي صغيره كده و المهم. ايوه. صممت ان هي تصوروا في بيت الفيل. بركة الفيل؟ راح تصوروا في بركة الفيل؟ بركة الفيل ايه؟ بيت الفيل اللي في جنينة الحيوانات. هو في بركة الفيل في جنينة الحيوانات؟ لا، في بيت للفيل في جنينة الحيوانات. ماشي. وهي بتصورهم والفيل وراهم. قدر ربنا بتهيألي يا طاطا. الفيل مات؟ الفيل هاج فجأة وقعد يدوس فيهم برجليه، يدوس فيهم برجليه. ماتوا قدام عينيها. ابدا عليك يا حبيبتي. هي ماتت يا ربي وامها؟ ماتت ايه؟ امال انت هتيجي تحلمي ايه؟ هحلمي فين؟ اسمعيني يا قطاطه بس وركزي معايا، الدكتور اسماعيل بيقول الامل الوحيد. الدكتور ايه؟ الدكتور اسماعيل. ايوه. بيقول ان يعني الامل الوحيد ان انت تحكي لها حكايات اللي انت بتقوليها الجميله اللي هي سمعتها يوم الزياره. وانت بالصلاه على النبي، ربنا خد منك كل حاجه واداك الخير، فاهماني؟ مالكوا انتوا الاثنين بقى؟ ايوه. انا اعرف كل الزهر مصاحبه كل العفاريت اللي موجوده في البلد. هتحل المشكله دي. زهر ايه بس وبتاع ايه؟ انا عايزك تحكي لها الحواديت اللي حكيتها لها في الزياره دي. نفسي اشوف ابتسامتها ترجع تاني، وانا مستعد اساعدك. ايوه ابتسامتها؟ ما انا ليك عليا بقى. بص خليها تفسخ طبعها كده طول اليوم في عم البيت، وتحس كده ان اختها بقت موجوده معاها. يعني موافقه؟ موافقه طبعا، بس ايه مقابل؟ ما انا قلت لك هثبت لك براءتك. ماشي. وعايزه ايه تاني؟ وعايزه فساتين. ايه؟ فساتين. هجيب لك فساتين. بطاطس. فساتين وبطاطس؟ احب ابرز الفستان واروح على واخد البطاطس. انا موافق على كل اللي بتقوليه، بس افهمي الكلام اللي احنا بنقوله ده، لو اي مسجون عرفته في السجن ده عارفه هيعمل فيكي ايه؟ ايوه هتاخد البطاطس. بكره انا عايزك يا طاطا تعملي اي مشكله مع اي مسجونه من المساجين. ايوه كده وكده يعني. ايوه كده وكده. كنت وفاس. كنت وفات يعني ايه؟ كنت وفاس ده كده وكده. امين يعمل اللي بقولك عليه وانت ساكته. ماشي كنت وفاس. وانت كل شويه تحطي من الكالونيا. الطريقه محسور، ما تخليكي حلوه يا اخت. هنطيها صاحبتك تاكليني. حقك عليها البنت الزياره الجايه، هقول لك جيب لك ازازه. حسب الخطة نجم. لا استنى شوية. استنى.
بتموت حد؟ افتحوا افتحوا ايه؟ طبعاً قطعت امال هيحصل ايه؟ لازم يبقى فيه كده يا رجل اخراسي خالص ما دام قطعت موجودة يبقى فيه مشاكل بس يا بكير ايوه بس خدها على الحبس الانفرادي مش عايزة تشوف النور ولا الشمس خالص يلا قلت يلا ده ما بقى السجن من ساعة ما جيت ده بقى سرقه اسكت اضربك تقتبل يلا يا بريئة أنا مزروعة بس في إيه؟ يلا بقى يا فكير أيوة باشا أنا عيد تاني محور يلا بقى يلا يلا كل واحدة على سريرها في إيه؟ قلة الأدب دي يا 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 عمي خوتشي كانت حلوة دي كده دي حلوة اي حلاوة ده انت كنت قمة الواقعية ده انت تغطيهم حلبة سلك واتنصف شفتي انت عندي على كده بتجمع بس تفعم بال ايه ولا فتح حمامك ايوه ده ايه رسول بكير ايوه باش جاي بدي اقول لهم جايبين لك يا تاتا يستفردوا بيكي بس انا مش جاهزه ما ترى هيعملوا فيك ايه يا تاتا اسكت يا مسجون ما انت عمال واخدني على فين ما تخرسي يا ولي ايوه استني هنا ايه ده؟ ابعت اجيب لك لابون انت وحماده؟ يلا روحي شوف على شغلك في العنابه. حاضر يا سلمكي. حماده علمس شويه شاي طوال عشان دماغه جعان. انا عايز زر لبن. سيب لبن يا بابا. عايز زر لبن. اسكت يا بوزه تعالى. معلش هات الكبه بس في شنطه الخرابيه. ايوه انا عارفه ما عباس عندي ريزات هتعرفني. لا وي ما تعرفش. هتعرفوني انت. مش على الخرابي. هو عباس عندي هتاخد حاجه هتعرفني. اسكت يا وليه هتحبسيني. اركب لي يلا. اركب الرزات بره. ايوه. مالك الرزات. كامل. انا عارف كل حاجه في السجن. نطي. السجن من فوق. نطي. اهو بسم الله يا العوي. بعزل كده. بعزل كده اهو. استنى. يا خالد ماخد. بصراحه كده ليه؟ روح انت انا رايح لعباس ماشي عازمني على كابتشينو روح انت ست قطاطه انت يا وليه انت يا وليه اتكلمتي ما يخرب بيتك حتى يخرب بيتك انت يا واد جايب خروف عند بسانتا ما هو برضه نمت وقعدت تشخر رغم المطبات اللي معلش ده وقع انت مش قلت لي ثلاثة بكر وخلاص معلش ده وقع أمنية عشان ما حدش يشوفك أمنية ايوه كده برضه انت تضربني ما تضربش اضرب براحتك انزلي بقى انزلي وريني ها تعال ابو عايز اتسلح ولا حاجه ما تتسلحش هو حد شايفني ما تزربني بقى طيب يلا اتسلح بسم الله الرحمن الرحيم اتسلح يلا بسم الله يا نهار اسمه يلا ايوه اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي انت فين انا وراك انا هو معلش بتاخر اوعى تعمل كده تاني مش هعمل كده يلا خش هتفتحني يلا خش انت بتعمل ابتر كام عربيه يا البصراوي ما تنزل يا بلوزه هنا ايوه سواد افر الرب طب خش افر الرب يا نهار اسود يا نهار اسود تعوم ازاي عرفت تعمل كده
يعني ايه ازاي عرفت؟ انا جده، انت مستقليه بيا ولا ايه؟ يعني انت متاكد ان قطاطه جايه هنا بنفسها؟ بعدين هو انت كده مش بتتسطر على مسجون يا جدو؟ ايوه وديني بداهي، علي صوتك علي صوتك وديني، ده سر المفروض محدش يعرفه. ماشي ماشي عادي ما تخافش، على فكره بابي ومامي هيتبسطوا قوي لما يعرفوا ان قطاطه جايه هنا. ومين اللي هيقول لهم بس يا بنتي؟ ما احنا ده سر مش هنقول لحد. ها خلاص يا جدو قلت لك ما تخافش. دينا وصلنا الفيلا، انزلي. ايه ده الفيلا دي؟ فيلا وعربيه والدنيا دي؟ انت جايب فيها انا ليه؟ جايبك انا في ايه؟ ما هو ماما راجل متفق معاك. مين ده اللي متفق معايا؟ عباس باشا. عباس باشا؟ ايه؟ وانت جاي معايا؟ ايه هوصلك وهمشي. ايه هو انت من اللي بيوصلوا الحريم للظباط؟ ايه؟ حريم ايه وظباط ايه؟ احترم نفسك، انا البودي جارد بتاعك. البودي جارد؟ ايه الحارس بتاعك. خد شغل الراجل مستنيني جوه. يا ده انت راسي؟ ايه؟ طب مش هتيجي تتفرج؟ اتفرج على ايه يا عارفه؟ عارفه انا اللي مصبرنا عليكي ان انت شبه امي. لولا كده كنت فرتكتك. خش قدام، خش انا اتفرج. ده خش يا اخت. هلف كده ولا هلف؟ لا خش الباب اهو، تلف كده اهو، كنا اهو. يلا ده ايه النصيبه دي؟ هلا اطلع يا مش هتيجي تتفرج؟ اتفرج عليا يا ست. مش عايزين نزعل. ايه دي بابا؟ شمال عباس. يا عباس اسكتي. ايوه لوحدك؟ نعم. انت لوحدك؟ وايه اللي لوحدك؟ لا طب لوحدك؟ معايا لميس وعواطف وبعدين بكير اهو. ايه؟ انت بكير؟ يا باشا انت تروح دلوقتي اللي قلت لك عليه يتعامل هناك في سجن واحد واحد. ايه ده؟ تتكلم عليهم زي ما قلت لك بالظبط. حمام يا باشا حمام. يلا اللي اتقدر. وانت يا قطاطة انا سلم قول للرب الرحيم. قطاطة قطاطة عواطف يا راجل اتهد بقى. هو انت ما بتهمش عواطف؟ يا باشا وانت ما شفتش دي؟ شفتش ايه؟ مش ما شفتهاش يعني. هي مين اللي شفتها؟ مالكيش دعوه، فوقي كده وحصليني. عاوزك يلا احصلك. حاضر يا باشا حاضر يا باشا. مريني وزنك كده؟ ايوه. طب هم عارفين؟ ده مريني وجهك تاني. ايوه انت يا ست، انت تزوجي مني من الاول ولا ايه؟ ما تبطلي ملوحه بقى. ملوحه؟ ليه؟ وانا في بيني وبينك حاجه يا عمر؟ عمر؟ ايوه انا عمر. انا بتبهدل بسبب الكتير قوي يا بنتي. جرى ايه يا جدو؟ انت بتعملها كده ليه اصلا؟ انا عارفه يا حبيبتي، ما حسيت ان انا الابيض والاياد في قلب البيت وجاي اقعد عند امي. لو ماما عرفت انك بتعملها كده هتتضايق منك قوي. انا ما اقدرش طبعا ازعل ماما خالص. ماما انت اللي قلت ان امها اتعجنت تحت الشيء. خلاص مبطلة. خلاص خلاص. ها تشربي ايه يا قطاطة؟ هانم اشرب فرخه. نعم فرخه يا عواطف. عواطف ايوه هزور بيعمل ليه كده فجأة؟ ايوه يا عم حر اسود خشيه. هي من ايه مالك تاني خبطت في حيطه؟ النسوان دي مين دي؟ مين دي؟ هي دي بيت الدليفري؟ اه. بعتلي معاكي فرخه مشويه؟ اه. ماشي؟ اه. انت البنت دي على فكره شكلها حراميه غسيل. جرايه يا ولاد يا حراميه ايه؟ يلا يا عواطف انجزي يلا. بصي بقى. هاتلي واكلي ايه بقى تاني؟ خلاص. بطاطس؟ مشيت. مشيت. مين دي اللي مشيت؟ مشيت عواطف يلا. عواطف مين؟ قطاطه ممكن تركزي معايا؟ ماشي. فاكره يا قطاطه الحدوته اللي انت كنت بتحكيها عن الليمبي؟ الحدوته دي انت عشتيها بجد ولا انت بتالفي من دماغك؟ انا مش عارف انت عايزه ايه. بسالك عن الليمبي. الليمبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا ليمبي. يا ترى انت جعان ولا عطشان؟ منفوخ ولا مظلوم؟ وبعدين معاك قسما عظما لو ما اتكلمت انا ارجعك السجن تاني. جدو ايه؟ خدي من دماغك. يلا احكي. طب ما انت قاعد معانا؟
ايوه قاعد معاك. واحنا النحي؟ ايوه. عايز بقى طب عرفت ان احنا الاثنين عندنا حاجه في النسوان. نعم؟ عندنا حاجه في النسوان وعايزين نتكلم فيها. وبعدين معاك يا ست انت بتحكي وتخلصينا. حاضر. يلا. يلا غدا. عليه الصلاه والسلام. النمي بعد ما نزل في وسط الشارع عند الناس في قلب الغبازار في البوش بتاعه وراح طالع من العسلين وراح طالع من هنا وهو بعدين عليه قال له اوعى عندك اقف هم ويحصل. ايه البقية في حياتك يا لمبي؟ حياتك البقية؟ المهم اللي هو احسن من ابوك قال لك على مكان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليكم وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواته. تعال يا حبيبي اتفضل خش. الله يرحمه الله يرحمه. الله يخليك يا حبيبي. قال لك الكنز يا حبيبي يلا جوه على طول يلا. ايوه مظبوطة. خليك معايا يا بنت. انت يا انا بيجري ورايا ايه ده انت عشان عرفت مكان الكون. طب لا ما تقلقيش ما تقلقيش. ايوه ما تقلقيش. انت فين بقى دلوقتي؟ ايه فين؟ ايه يا عم الحاج؟ ايه يا عم الحاج؟ انت بتقفل ولا بتشتنع ولا ايه؟ يا بقى انت كده طلبات المعلمين. هو انت مفكر هتهرب مننا؟ طب هتروح فين؟ يا لمبي احنا لينا في كل خراب عفريت وفي كل شقة تعبان. يا لمبي يا ابن الحلال بدل قطعة النفس ديت قول لنا الكنز فين؟ ناخد حقنا ومستحقاتنا ونسيبك لسباق الجري اللي انت عايش فيه ده. ويا دار ما دخلك عو. يا عم عو ايه وبخ ايه ونو ايه؟ الله كنز ومش كنز. انت بتصدقوا التخريب بتاع ابويا؟ ده راجل بكل شويه يطلع ان هو مات وما بيموتش. ده مش احتمال يكون موجود الوقت فوق وتلاقيه صاحي. نعم امال كنتوا بترغوا في ايه ده كله؟ كان بيقول على مكان الكنز. الكنز؟ ايه شوفوا انتوا شفتوا انتوا؟ انتوا ناس بدلين لان انتوا كل اللي يهمكم الذهب والسلاسل والجواهر. انما بني ادم زي ابويا لحم ودم وكوارع خلاص ولا يروح فيها في 60 داعية. يا لمبة انا مش عايز اذيك. ده فرجني هتزين ازاي يا عم الحاج؟ ده ما خدوش لسه اللي يأذي اللمبي. يا اما الارض شدت ويا اما البطن جابت يا عم الحاج. يا لمبة انا روحي بقت في مراخيري. نف على جنب يا عم الحاج وخرج روحك وريحنا. ولا شغل الاستهبال وسايب وقع مني وابراهيم استلقى ده ما ياكلش معايا. امال ايه اللي ياكل؟ تحب تاكل لوحدك يعني ولا ايه؟ انا من اللحظة ديت كان طاري مع ابوك بس يا لمبي. اللي نصب علينا وكان كل يوم يجي لنا بحدوته شيك واحنا نمد ايدينا في جيوبنا ونديله بمساجده. دور عليك بقى. قول يلا. اللي عايشنا في الوهم سنين طويله على قصه الكنز ده والجنيهات اللي هترجع ميات والالوف اللي هترجع ملايين ولا شفنا لا كنز ولا دياول. بقول لك ايه يا عم الحاج؟ انا ملوش فيه. حلو كده من الاخر؟ النمبي ملوش فيه. اللي ليه حاجه عند ابويا هريسه يتفضل دلوقتي ويروح محترم على بيت هريسه وياخدها منه. يعني ده اخر كلام عندك يا لمبي؟ ايوه هو اخر كلام. ايه اغشك في وشك يعني واديك قرد ما بينطش ولو ليك الشوق هوب فوق. جاي ولا الدور الجاي يا عم الحاج؟ اللي مش عاجبه كلام على سن مطوطي هنا والفه تنوره وتفضل. ينيلك وينيل موعدك يا لمبي مفرهدني. بسبوسه لمبي هات بوسه بسرعه كده. يا بنت احنا في الحته. يا بنت هات بوسه يا بنت. ده خراشي مجنون وبموت في جنانه. ايه مستنظر ايه؟ مش عارف كان في حاجه بقى. ده الدنيا انا بجري ورانا يا بنت. يا بنت اجري بسرعه يا بنت. يا بسبوسه يلا بسبوسه. خرابي طيب خلاص مش قادر. مد شويه يا بنت. تعبتي يا بنت. امسكي نفسك. خلاص بقى انا فرحت. انا مش عارفه هو احنا بنجري ليه. ايه يا بنت اللي بنجري ليه؟ هنكون بنعمل لايت. لايت ابويا مات يا بسبوسه. عم كريسه خلاص بح ما بقاش في منه الامامه. عم كريسه يا لهوي يا لهوي يا لهوي. خلاص 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 ليه؟ يا بنت صوتك يبقى في السايلنت. ايه السايلنت ده ازاي؟ سايلنت يعني ساكت خارج لا تاكل عتبه.
عارف ايه اللي حببني فيك؟ ايه علامك. امال ايه يا بنت؟ لازم فضلت لما انا ايه اللي خلاني فضلت مصمم ان انا اكمل علامي؟ مش قادر ابقى مشبوخ في نفسي كده. يا عسله نيله. هو احنا في حاجه بننساها كل مره. انت يانا يا لمبي. انت يانا. تعالى يا بنت تعالى. اجري يا بنت. تعالى يا بوسي بس تعالى. ايه؟ شكلنا هربنا منهم. مفيش حد؟ لا مفيش حد. اكيد. ايوه بنت ما تقلقيش ما تقلقيش ان شاء الله، بس انا خايف ابويا يكونوا سرقوا ولا حاجه. ان شاء الله. اهو ابويا. يا لهوي هو انا عامل كده ليه؟ يا بنت ما تخضنيش وما تصرخيش ما تبوظيش الدنيا. يا بنت خدي. خايفه. ما خايفه من ايه؟ ده رجل ابويا وبعدين هو عامل لي علامه. ها؟ يقول لي فين اتجاه الكنز. ماشي انا اروح اعرف ايه. لا هتعمل ايه يا لمبي؟ بص هتعطيك بالدماغ. خلاص خش خش. ايه بس بوسه؟ خش خايفه. خش خش. ايه ده؟ يا بنت استني يعني هقرقب بوافره. استني شويه. اهو ايه؟ ايه بنت؟ اهو نشفك بالحرير في حرير. وانا خلاص انا هفجر بعد كده وحديها كل يوم فول بوطه وكده اسكندراني. والله ايه في حاجه بتشيل الخلي. خايفه يفرقع. يا بنت فرقع ايه ده؟ ايه ايه دي؟ ايه يا بنت في حاجه جوه بتشيخ ده؟ ايه ده؟ مد ايدي كده. ايه ده؟ ايه دي؟ ده حجاب ده ولا ايه؟ طب اقرا كده. اقرا. ايه ده؟ ايه ده انت؟ انت بتستعي عليا ما انت عارف اني ما اعرفش. ايوه عشان انا بوريك الثقافه. طب انا نازل في المستوى قد ايه يا بنت؟ طب لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه. اعترف ايه دي؟ ايه دي برضو؟ هتعرف مكان طريف؟ طريف؟ ايه طريف دي؟ تعرف مكان طريق طريق ايوه مكان طريق الكنز من اتجاه رجلي ناحيه المدفن. والنبي يا لمبي شكل ابوك ده بيميز عليك؟ لا في لا كنزي ولا كنز. في كنز ولا كنز؟ اه. والنبي دي شكل واحده هتجوزها دي. يا بنت ابويا عارف هو بيقول ايه؟ وبعدين ادينا ورا باب الكذاب لحد باب المدفن. مش كده ولا ايه؟ بقول لك صحيح. وانت ابوك مش حنوتي؟ هتصدق ابويا حنوتي؟ انت لسه فاكر دلوقتي ان هو حنوتي؟ لا انت ذكرتني. ذكرتك يا بنت ما يكونش ابوك حنوتي. لو النعمه حنوت. اوعي. حنوتي. انت عارفه انا ما اقدرش انسب اقل من حنوتي. عسل يا نيل. بقول لك مش ابوك هو حنوتي وعنده رجاله؟ فضلت هو يجيب لنا اثنين عتاوله اللي عنده دول ويروح واخدينه لفحنه ونروح ندفنه ويا باب ما دخلك دارك. ماشي ده ما فيش اكتر من رجاله عند ابويا. امالك يا بنت ليه كده؟ انا بعينك مفجحه. عشان رجاله. رجاله انك خلاص بقت مفجحه. انا ايه يعني يا جماعه؟ انت عسل يا نيله. يا بنت المفروض عايزه ارقش بقك ده الوقت كده. يا واد ابوك ميت. اكله ما يموت اللي عامل له ايه؟ هو اللي جايب توقيت غلط. مالك انت؟ انا كان عليا عايزه احذف في المنور بس عشان سالت الفحم بقى ما ينفعش الواحد. صوتك. طب جيبي بصه في الحاجب ولا في الغرفه. الله ما تفوتوا يا جدعان. ايه الشغلانه انتوا شايلين فيل ولا ايه؟ ايه يا بسبوس؟ ايه؟ امال ابويا والرجاله والعتاوله ايه اللي حصل؟ اقطع دراعي من عند بقي.
اما كانوا دول جوز ميتين وخارجين يوجبوا مع ابوكي. كتر خير ابويا ان عمل معانا اللقطه دي. لقطه؟ ما هو بص اللقطه هنا ان شاء الله سيجارتين سوبر ماشيين شايلين جثه هريسه. وطي صوتك لا يسمعوك. هيسمعوني ليه يعني؟ اللي بيسمع ده يكون في روح في قلب الجسد، انما بص دول متوفيين. والله بقى ده اللي ابويا قدر عليه، وبدل النعوره دي ما كنت تجيب الجلا من عندك يا لمبي، واحسن من ما فيش. احسن من ما فيش؟ دول بقى قبل ما فيش بهبابه. وبعدين بدل ما توجبي مع حبيبك اللمبي نور عينك وكليتك يا بنت. يعني اعمل ايه؟ نور عينك صوتين حيامي كده عشان ابويا. ابويا مات يا بنوتي يا بنت. طيب حاضر. يا بنت مات ونبص حد انا زعلان قوي. ياه ايوه كمان واحدة يلا. ياه واحدة بقى طلع فوق شوية عشان الناس في المنطقة. ياه ايوه زغرتي بقى. بنوفك يا بنت النص. يا واد احنا رايحين ندفن ابوك. قالوا انه الحي يبقى من ميت يعني الريح اصلا. احنا هنحمل البيت من الحفره ونيجي. عامل ايه يابا؟ يا نهار اسود. والنبي يا ريت المراحيل يخلوا بالهم من المرحوم. ده اكبر مستلفه للعلم الخاص بيها هنا او بره ما تفرقش معايا. المشكله مش في بره ولا جوه. المشكلة في لميس. لميس رافضة تماما لاستجابة لأي شكل من أشكال العلاج المعروف في العالم كله. صدقني أنا ما فيش في إيدي أي حاجة أعملها. والعمل يعني نعمل إيه؟ خرجها. خليها تشوف الناس وتختلط بيهم. أقولك خدها معاك وأنت نازل الشغل. شغل؟ خدها معاك سجن؟ وهي اصلا فين يا حصله؟ ما هي في سكن. خدها خليها تشوف الدنيا ولو حتى يوم زياره. قالوا مفيش حد هياخد باله انها تبعك وهي تبقى واحده من ضمن الزوار في الهيصه يعني. تفتكر اعمل كده؟ ده انت تعمل كده وفورا كمان. وبعدين انا مش ساكت. أنا استشرت بروفيسور ماير كبير مشهود له بالعبقرية في كل الأوساط العلمية. الحمد لله. وخصوصا الحالات النفسية النادرة اللي زي حالة لميس. بعد ما اطلع على كل التقارير عرض وجهة نظره. حلو. قال إيه بقى؟ اللي قلته لك. املى دماغها حكايات وناس وحواديت. ما تخليش فيه مكان لذكرى حادثه والدها ومامتها اللي عرضتها للوحده والانطواء وحرمتها انها تعيش الحياه الطبيعيه وخلتها تعاني من صراع شرس بين عقلها الباطن وعقلها الظاهر. انت مش هتبطل تطلع عوادك دي عليا؟ ما تكلمني كلام افهمه واسمعيه. حاضر يا عبس. أنا هستعوض ربنا في دقيقتين من عمري علشان أنزل لمستواك الفكري واللغوي عشان أبسط المسألة للقلقاسة اللي في دماغك. ما تتلم بقى. شوف يا عباس. لميس رافضة تصدق إن باباها ومامتها ماتوا. وبتحاول بكل قوة إنها تعيش اللحظة اللي قبل وفاتهم. فبتتعامل مع كل اللي حواليها على انهم عايشين وبيكلموها وبيوجهوها. يعني ده ببساطه هي عارفه بعقلها الظاهر انهم ماتوا وفي نفس الوقت متاكده بعقلها الباطن انهم عايشين. احنا بقى عاوزين ايه يا حبس؟ مش عارف. عايزين عقلها الظاهر يسيطر على عقلها الباطن ويبقوا الاتنين متوافقين. نعمل ايه بقى؟ نعيشها في زمن تالت، زمن بعيدا عن عقلها الباطن وعقلها الظاهر. نعيشها في واقع لذيذ سحري. نحكي لها حكايات، نفرجها على افلام كرتون. المهم انها تستجيب. بعدين أنا ما عدتش عارف أتصرف. بنت كده بتروح مني. خليها تشوف الدنيا ولو حتى يوم الزيارة. هي فرصة. ده يوم الزيارة بكرة.
خليني ماشي ورا كلامك يا اسماعيل اما اشوف اخرتها ايه. جدو هو انت مش قلت لي قبل كده ان السجن ده مليان ناس مش كويسه ومجرمين؟ طيب انا اخاف اروح معاك بصراحه. شايب تخافي وانت رايح مع جدو عباس الناري؟ عبيط ولا ايه؟ جدو هو انت عايز مني انت والدكتور اسماعيل بتاعك ده؟ يا ربي انت عارف رايي في الدكتور اسماعيل ده حمار وده دكتور. انا ده حاجه كده جت في دماغي عايز اعملها. يعني انت مش كنت عنده دلوقتي؟ كنت بخيبه اه كنت عنده بس انا قعدت افكر. حبيبتي انا عايزك تخرجي كده وتشوفي ناس غير الناس. طيب تفتكر ماما توافق ان انا اجي معاك السجن؟ اه طبعا انا هكلمها وخليها توافق وبعدين ده انا ابوها لازم توافق طبعا. ماشي قول لها ولو وافقت ساعتها ممكن اجي معاك. اتفقنا. تصبح على خير. ماشي بس الأوضة معفنة معلش يا أمي برتبها. ومين قالك إن أنا عايزاها مترتبة؟ أنا بحبها كده معفنة بحبها مزبلة. أنا حرة اطلعي برا. ماشي يا أمي حاضر برا. حاضر. إيه ده؟ إيه القرف ده؟ عواطف إيه يا أمي؟ إيه ده؟ عفانة اعملها روح في ثانية. حاضر. في ثانية الاقيها نظيفة. عينيا يم فين بابي ومامي ما شفتهمش النهارده ليه؟ هتشوفيهم. حاضر جايين. ربنا بقى سمعك مزيكا هتعجبك جدا. شوفي ايوه حلو. ليه كده؟ ليه يا دكتور؟ دكتور يا دكتور اسماعيل. ايه هو لميس فين؟ هو انت كل شويه تقعد تقول لي لميس فين لميس فين؟ ما هي قدام عينيك اهي هتروح فين اهي. خلاص 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 شفتها. شايف السعاده اللي في عينيها؟ شايف التغييرات اللي بتحصل لها؟ عشان ما تبقاش تقوحني تاني وتعمل اي حاجه اقول لك عليها. سامع؟ لازم تفهم انك بره الميري ابيض يا ورد. مضطر اوافق ان انت دكتور مؤقت لغايه ما اشوف ايه اللي هيحصل مع لميس. برضه مفيش فايدة؟ أرد عليك أقول لك إيه؟ جاهل. أنت عارف إن أنا ممكن أحبسك كده ما أخرجكش خالص. عارف. اخرس خالص. حاضر. معقولة يا خالي؟ أنا هنت على أمي قوي كده للدرجة دي؟ ده حتى ما جاش في دماغها تيجي تزورني. ده أنا بنتها الوحيدة. معلش يا بنتي. أمك مش في دماغها غير العريس وبس. وعلى فكرة هي مش مصدقة إنها هياخد اللي وراها واللي قدامها ويفلسعها. عارفة يا خالي عارفة. زادت معرفة ربنا يفك ديتك يا بنتي وهانت ليكي إن شاء الله. قطع اللسان اللي يجيب سيرتي بكلمة. يا سلام لو أنا يا أختي كنت دخلت السجن في قضية مخلة للشرف ولا إيه؟ طيب كلها كام سنة كده وخرج لهم وقطع لسان اي واحده من نسوان الفاضيه دول. هما نسوا انا مين؟ ده انا قاضيه يا حبيبتي قاضيه والاجر على الله. قولي يا واد قولي يا بنت. وبعدين حصل ايه؟ قولي. انا مش عارفه مال الدنيا بقت وحشه كده ليه؟ ومالها بقت مليانه ناس ولاد حرام ومفتريه. يا بنت استعواذي ربنا اللي الحق عنده ما بيضيعش. بقول لك ايه يلا انا مش ملاك عليا النعمه. انا يوم ما هطلع من هنا لا لازم اخد حقي تالت ومتلت ان شاء الله بالقتل. ما انا
ما عادتش فارقه معايا اي حاجه. ربنا يصبرك ويعوض عليك ويفك ضيقتك. انت قولي ازيك يا بنتي؟ كله على الله يا رب. فين ايام اسكندريه وبحر اسكندريه والدوره بتاع اسكندريه والغطس والعوم والبطاطس؟ هو انت من اسكندريه يا ست قطاطه؟ ناري يا بنتي وانا شفتها قبل كده. مالك يا بنتي ويا بنتي مالك كده مالك؟ صعبان عليا يا ست قطاطه، الراجل الخسيس اللي اترميت هنا علشانه ما عبرنيش ولا جاي ولا زياره. يا اختي معلش بقى، نصيب. نصيب ايه؟ ده انا كان نصيبي زي الفل، راجل مقرش طول بعرض وايده فرته، وكان هيعيشني في نعيم. انا اللي اتنمرت ورحت للكلب برجليا. ايوه يا اختي، والكلب ما بياخدش الا كلبه. اخصى عليك يا ست قطاطه، انا كلبه برضو. يا اختي وانت تقولي دي كلبه؟ على الاقل الكلبه موجوده في قلب البيت واصحاب البيت بياكلوها وبيشربوها احسن من البني ادمين. وبعدين يا بنتي يا عبيط انا بفك معاكي. او انت بفك معاكي. ماشي. انت عارف حكايتك دي يا بنت؟ فكرتني بحكايه وانا رجعت السينما. دي حكايه دي يا ست قطاطه؟ حكايه؟ حكايه الهدم، حكايه اللمبي والنصيب. اللمبي والنصيب؟ ايوه. طب بقول لك ايه؟ ايوه. ست قطاطة نظمة، ما تيجي كده بدل ما احنا قاعدين كأني انا جايه لك زياره وانت جايه لي زياره وتحكيها لي. طب ولعي لي سيجاره. ما انت يا بنت سيجاره ما تبقيش ماكينه فين الكبريت. استني. نظمة خدي. نظمة فين؟ اهي. انت مدياني اتنين ليه؟ يا ستي واحده. دي واحده؟ ايوه. خدي يلا. طب اخد انهي فيهم؟ خدي دي الخمس. قدام. ايوه. كملي لي بقى. ايوه. وايه الحكايه بقى؟ ادي كده اهو. ايوه. بيخش على الريعه، النبت بيخش على الريعه على طول. يبقى الدين. اديكي خمسه. صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، كان فيه ولد اسمه الليمبي وابوه هريسة بن المهروس. وهريسة بن المهروس ده كان سليف بيستلف، ما كانش مخلي كائن من مكان إلا مستلف منه، تقيل وخفيف كويس، والكل كان بيطمعه ويديله. ليه؟ على حس الكنز اللي هيجيله. من مين؟ من مين؟ كنز العيلة، عيلة أبو هريسة بن المهروس. آه. وبعدين؟ بس يا ستي ست قطاطة، ست قطاطة. ايوه. انت مين يا بنت؟ انا اخلاص. ايوه يا اخلاص. ايوه. وبعدين؟ بعدين ايه؟ في الحكاية. حكاية يا بنت يا موقوتة. حكاية اللمبي والنصيب. اللمبي يا حبيبي، اللمبي اهو واقف هو على البتاع اهو بيطرطش. اول فرحة مرض قلبي وانا خايف في دنيا تعيد. قولي احكي ولا اخبي ولا اوصف الكل سعيد. افلحوا من الدنيا املي ولا بغير انت حناشة تاني. اول مرة اول فرحة. يا عم افرك بنحية. لا انت مش قلت لك اقف في لمك دي؟ ايه اللي جابك في لمك اللي هنا؟ ها؟ انت غوتت لسه وتقعد تقول لي يحيى كل شويه اقف في لمك الثانيه. حاضر. بدل انت خلي عندك شويه ذكاوه يعني. يعني انت تشوفني تبحلق في عينيا او ما بحلق في عينيا تعرف اني حارب الزين. تروح جاي لمك الثانيه على طول. صح. مش كده ولا ايه؟ صح. يعني بحلق كده؟ اهو. اهو انا عارب فين دلوقتي؟ هترمي هنا. لا بص. شفت بقى انت الغبي يا تخلص يا. انت هتقعد تقطعني بالطماطم طول اليوم ولا ايه؟ امسك وتصدي كده.
امسك يا حبيبي، انا بعلمك صنعه هتاكل منها الذهب. يلا امسك. مش كفايه دول يا لمبي؟ يا ابني تسترجل يا مش تسترجل ايه يعني لما راح لك الصباح؟ ما عندك تسع. ما اروح في الخير اللي قبلها يا لمبي. انت بتبطك تاني يد ولا بتبرق فيا تاني يد؟ ما اقدرش يا لمبي. وكل شو اقول لك حبولها تقول ما اقدرش الم بولها برضك؟ اوعى حسك عينك حالك اصبعك يفتح. اوعى انت فكر في حاجه تانيه. افلح وملا الدنيا امانين. الحق يا لمبي، الحق يا لمبي. ابوك بيموت يا لمبي. ابويا انا؟ ايوه يا لمبي ابوك بيموت. ما عنديش يد يا ابن الكذاب انت. انا بقول لك اهو يا لمبي. ابويا مات يا ابويا. يا رجالة يا رجالة هريس ابو الليف بيموت يا رجالة. يلا في داهية، ده قاعد يهرينا سلف لغاية لما خرب بيوتنا. يعني ايه يا معلمين؟ هنسيب هريسها كده يفلسع بأمان من الدنيا من غير ما يقول لنا على مكان الكنز ولا الذهب ولا الكيس النفيس اللي عشمنا بيه السنين دي كلها؟ احنا نروح كده كلنا برابطة المعلم هضبة ونكتم على نفسه لحد ما يقر لنا الكنز فين. الله، هتكتم على نفسه وهتعمل فيه ايه تاني؟ ده بيموت يا بهيم. ها؟ امال هنعمله ايه يا معلم؟ اهدى يا ابني الله يسترك اهدى. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ابنه ضناه. هو الوحيد اللي هيقر له على مكان الكنز والذهب. مين بقى؟ اللمبي. مين اللي المفروض نراقبه من غير ما يحس بينا ولا يشعر بينا؟ اللمبي. مين اللي لو قاوح ورانا ولا علينا نضايقه ونكسر رقبته وناخد منه كنز؟ اللمبي. يبقى يلا بينا يا رجاله. يلا يا معلم. الله يخرب بيوتكم. على هريسه وهو بيقول لابنه على مكان الكنز يا بهايم. صح يا معلم، وسع قلبك. ابويا ابويا عارف ابويا ابوك بيموت يا لمبي. ابوك بيموت يا لمبي. ابويا ابوك بيموت يا لمبي. انا عارف بيموت يا لمبي. لا لا قبل الفضيحه اللي احنا فيها دي. ها؟ هوا عايز ايه؟ هوا. حاضر حاضر اهو هوا هوا. بس انا مش عارف انت كل يومين كده وفضايح في قلب المنطقه وابوك مات وابوك ما ماتش وعامل لي دربكه في قلب المنطقه ليه كده؟ انبوبه انبوبه انبوبه. طب خلاص اثبت بس انا عايز اقاوم قاوم ونازع وبولع. اوعى تموت بولع يابا. ها؟ يلا بقى عايزك تاخد نفس عليك وخش في الشدادان. واحد اتنين تلاته شد يلا شد يلا. هي يابا طالما بتحرق كده يبقى انت عينيك ملتهبة. غاز بتشممني غاز. مش احسن ما نصدره انت ولا بيه؟ بتشممني غاز مدعم. عاوز هوا اكسجين اكسجين. الانبوبه التانيه دي يعني؟ اوكي. حاضر اهو. متوتر انا اصل ابويا بيموت كذا مره فمش عارف انا الصح فيهم. انت بتموت في شارع الهرم ولا ايه يا ايه يا بابا؟ عيب اللي بتعمله معايا ده بقى وفي الحاره والجرس دي بقى. لمبي. ايوه. عاوز اقول لك على السر. السيرك؟ سر. سر الكنز. كنز؟ ساعة ولا سخنة؟ مش وقت هزار دلوقتي. أيوه. ودنك. اشمعنى؟ وده وقت تاريخ دلوقتي. لا وقت رأسي يابا. عاوز أقول لك على سر الكنز اللي تمتلكه العيلة. واللي الدنيا كلها بتدور عليه ومش هتلاقي مكانه. ولا بدي انك بتموت ولا حاجه. كل دي كلها طالعه في الاشاعات كلها. قول لي حدود الساعه كام عشان اخلص؟ عندي مصلحه. لو في تاخير قول لي عشان في قرش جاي سبوبه.
افضل ادي ودني يا قوم. المهم اللي هو احسن من ابوك قال لك على مكان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليكم وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواته. تعال يا حبيبي اتفضل خش. الله يرحمه الله يرحمه. الله يخليك يا حبيبي. قال لك الكنز يا حبيبي يلا جوه على طول يلا. مامو جوه يونا لمبي جوه جاي على باب يونا ابويا ابويا. ست قطعتها ست قطعتها. ايوه ايوه جميل يا بيت. انا اخلاص. ايوه إيه؟ معقوله يا لميز خططين عليك كنت فين؟ ما تخافش عليها يا باش ما انا معاها اختنا هي ال... مين الست دي يا جدو؟ تعال يا حبيبتي انا هقول لك. تعال نبي البنت دي يا بنت. بنتك بنتي ايه؟ ما تجيني بنتك. مين دي اللي قاعده دي؟ انت عايزه دي ولا دي؟ هي دي اللي قاعده. مين دي قاعده هنا؟ البنت دي بس دي يا صحفيه يا اختي ولا حاجه؟ ايوه صحفيه. احنا بقينا فرجه. بقول لك يا اختي عندك حاجه بقينا فرجه. ده شوية هيجيبوا لنا زولاي ولبوا ويرموا علينا واحنا قاعدين. يا ريحة ويا مية. لمصي ايه ده؟ سمعينا مزيكا؟ حبيبة قلبي حبيبة قلبي جدو ايه المزيكا الحمراية دي؟ أنا آسف يا رامي ما كانش يصح أعمل كده. أنا اللي آسف يا ميدو خد راحتك. أنا اللي مشاعري انتصرت على وشي. أصل المسرحية دي بتقلب عليا المواجع. أنا وهو وهي دي قصة حياتي. كنت أنا وهو وهي بقى هو وهي وأنا الواحدة يا ميدو. شوف حاجتين بيأثروا في حياتي وأنت عارف. أستاذ مليجي وأمة بيسحلوا وشه وبيتاكل في الغيطان. نجم بالقدر ده يسحلوا وشه ما يجيبوا دوبلير يا أخي. والأستاذة دحية كاريوكا في فيلم خلي بالك من زوزو لما لفوا حواليها وقعدوا يقولوا لها ادخلي نفسي الله وراحت أستاذة سعاد حسني دخلت مكانها ورقصت مكانها. بيصعب عليا نفسي قوي. ممكن تتعدل يا ابو الروم. ابو الروم عشان حكيت لك مشاعري تقول لي يا ابو الروم وتتعدل منين يا امين؟ يعني البدلتين اللي جبتهم ما دفعتش تمن والراجل اللي عمل لي فورمه في شعري كل ما في الرايحه والجايه يقول لي يا استاذ المحامي ويعمل لي كده. بيلمح ليه؟ بيلمح ليه؟ ده غير اللي حصل معايا في المحكمة واديك عارف. قضاء ومستشارين وجمهور الجلسة كلهم ضدي. حتى المتهمة مش مقتنعة إن أنا محامي ولا مقتنعة إنها بريئة. بقيت صيدلي واقف في المحكمة. شفت ظلم أكتر من كده؟ خلاص ما أنت ممكن تعرض عليا ورق القضية وأنا أقول لك تعمل إيه بالظبط. أعرض عليك ورق القضية؟ اسكت يا ميجو والنبي عشان أنا كده هتدمر. الرقم اللي مش مسايل. الو الو الاستاذ رامي المحامي. ايوه استاذ رامي المحامي. مين معايا؟ انا عمك صالح. عمي صالح؟ النمره غلط. اصبر عليا يا استاذ رامي انا عندي معلومات خطيره هتقلب القضيه وهتكشف الفاعل الحقيقي وتبرأ الست قطاطا المسكينه. طب يا عم صالح بيه انا اسف جدا معلش كنت بحسبك واحد تاني. لو حضرتك بقى تحدد امتى ممكن نتقابل عشان تديني المعلومات الرهيبه دي. بامر المولى اول ما اوصل للمعلومات دي حدها لك فورا. ونعم بالله يا عم صالح يحييك ويحيينا ربنا. اقول لك اقفل في وشي يا عم صالح. خير يا ابني اسمعني بس انا عايز اقول لك اقفل انا في وشك. لا حول ولا قوه الا بالله. انت بتقول لي يا اسماعيل؟ هو انا اللي بقول؟ انت اللي بتقول؟ انت مش قلت
إن لميس بعد ما رجعت من الزيارة وهي دوشاك بكلامها عن قطاطة؟ مش دوشاني وبس، ده عزارة كسر اللوائح والقوانين واعمل الزيارة كل يوم مش كل أسبوع. بقول لك إيه يا عباس؟ ها؟ ما تجيب الولية دي عندها. أجيب مين عند مين؟ تجيب قطاطة للميس في البيت. أنت اتجننت؟ أنت اللي تبقى مجنون لو ما عملتش كده. قطاطة نجحت في اللي احنا فشلنا فيه. لميس بدأت تتشد العالم تاني وناس تانية، يعني لا طب ولا علم قدر يعمل اللي عملته قطاطة. بس أنا مستحيل أعمل كده. أنت حر، بس مفيش قدامك غير حلين اتنين مالهمش تالت، يا تجيب قطاطة للميس يا لميس تروح لقطاطة. الحلين المهببين دول. طب لميس تروح لقطاطة تعمل إيه؟ عشان تقعد معاه، انا مش عايز اكتر من كده. يعني اعمل ازاي؟ اقطع لها تذكره مرافق؟ لا، تتحبس معاه. تتحبس مع مين؟ تتحبس معاه لحد ما تخف. والنبي انت اللي على خف. شوف بقى عباس، بصراحه بقى انا قلت لك رايي، ولو جيت لي تاني 100 مره بعد كده هسمعك نفس الكلام، يا تجيب قطاطا لميس يا لميس تروح لقطاطا. ثابت من التحقيقات وإفادات الضحايا أن المتهمة كانت تسيطر على عقولهم بكلامها المعسول، وأنها تمتلك قدرة عجيبة على الإيهام الذي يصل إلى حد سلب الإرادة، وكأن فريستها قد وقعت تحت تأثير التنويم المغناطيسي فتفعل ما تأمره به مهما كان. يا تجيب قطاطا لميس يا لميس تروح لقطاطا. لا والنبي يا جدو، لا والنبي يا جدو، والنبي يا جدو، لا والنبي يا جدو، لا والنبي يا جدو، جدو 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 جدو. عمالة تلبسيني وعمالة تبربعيني وعمالة تحركيني شنايفك وحنايفك.
مالك يا بنت؟ خلي بالك، خلي بالك بقى. بصي انا متفرجة على افلام التحرش كلها من اول كوبري في الظلام لحد ظبطني احمد على الترعه. خلاص يعني انا من ايام اديله جامد عشان جامد ما خدش. خلاص يا ست قطاطة. خلاص انا مش هضحي. خلاص يا ست قطاطة، حقك عليا. الله، في ايه؟ ولو اني مش فاهمه هي بتتكلم في ايه. وادي راسك ابص. ايوه ايوه، اترمي هنا يا بنت، اترمي هنا يا بنت، وبصيني من رقبتي وعديني من عند بر الحرمه بتاعت الود. بس انت عارف انا لو ليله ما بتسكتيش خالص. بتسكتي امتى؟ انا انام مره مندوعه. بقول لك ايه يا بنت؟ انت يا وليه يا مهدوعه؟ في ايه يا مر؟ عايزه ايه؟ اما تيجي محطه السيده عيشة بقوليني عشان عندي. Thank you.
التزام، هنا فيه أخلاق، هنا فيه احترام، هنا فيه حاجة غلط. مين؟ أمي؟ لا لا، مش مصطفى الله العظيم. أنا اسمي الصول بكير، يعني الحموشية كلتها تبقى مؤدبة وتسمع الكلام وتمشي على لوائح السجن، أشيلك فوق راسي. تشقلبي مفيش غير الحبس الانفرادي. ماشي؟ ماشي. مين المرة اللي اتكلمت؟ الصوت اللي أنا سمعته أنت يا مين اتكلم؟ مفيش حد. شو جاي من هنا؟ أنت يا وليه اتكلمتي؟ مرة اتكلمت. يا نهار أزرق على الصوت ده، إيه ده؟ ما تتكلميش وانا بتكلم، انت فاهمه؟ انا صول بكير. ابو النار شعير. صول شعير. شعير ايه؟ اسم بكير. اسمك ايه؟ بكير. بكير ولا صغير؟ مفيش حد بيضحك. بيضحك على ايه؟ ده النسبه دي انك بكير. اسمي بكير. بكير اسمك كده بكير. خلاص خلاص؟ ايوه. انت بقى من حنين؟ ما انت شكلك هتتعبيني. ما ايوه كده. انصرف يلا لليمين دور. انصرف يا اولية منك. ليه؟ ايه ده انت هتاكلني؟ خش في الصف، خش في الصف يا اولية. الرزبانة دي اللي خرجت من الصف. لا دي مش هخلها. ما ايوه اللي ابو خرجت. مش مسؤولة خرجت فين؟ هي دي. مالك انت عبيط؟ خش يا ابني في الصف. سعادة الباشا. اهلا يا بكير. عايز حاجة؟ والله سعادتك يعني عايز حضرتك بعد اذن سعادتك توافق يعني بعد اذن حضرتك يعني على اجازه 10 ايام عشان فرح البيت. 10 ايام ليه؟ خد شهر، انت يعني ليك لازمه. الله يخليك يا باشا، ويا رب كده دايما في حياتك وعقبال الست لميس حفيده حضرتك حبيبتنا كلنا الفرحه الكبيره بقى يا باشا. اكتب لي طلب اجازه وانا اوافق لك عليه على طول. لا ده لسه بدري يا باشا، ان شاء الله على العيد الكبير واحتمال اصلا ناكل فيه مشاكل يعني. على العيد الكبير وفي مشاكل. ايوه في مشاكل يا باشا. اقعد بكير. الله يخليك يا باشا. الله يخليك يا عسكري. قوموا يا باشا. خليك واقف. ها مشاكل ايه بقى؟ اصل يا باشا الواد خطيبي شغلنا منجم بلد بتاع المراتب دي. واول من المراتب اللي هي التركي دي نزلت السوق، الواد بقى عاطل ويقعد على القهوه ويلعب بقى كوتشينا على فلوس وخسر له حالته في البلد يا باشا. والله يعني هات ليمون لسياده اللواء. ها؟ مين يا باشا؟ ايوه مش هتصاحبني وتقعد تحكي لي ان هو منجم. أيوة. وان السوق وقف عشان التركي والهندي. ايوه بابا. حاضر يا باشا. اطلع بره. تمام يا باشا. وانت كمان واقف ليه بره؟ قوموا يا باشا. الو. ايوه يا عباس بيه. لا نايمه هي، اسم النبي حارسها وصينها زي الورده المفتحه. بجد؟ الحمد لله. يلا مع السلامة. والله لو عارف انك انت اللي بتتصل كنت قطعت ايدي قبل ما افتح الموبايل. ما انت ناقص يعني هتبقى عبيط وبيد واحده كمان. كانت صداقه مهببه وطوله مقندله يوم ما عرفتك يا عباس. اخلط ونشوف البنت اللي انت سبب ورطتها يا اسماعيل. انا مش ناقص. بقالي 15 سنه بعالج حفيدتك يا جاحد، وفي الاخر تقول لي انا سبب عودتها؟ يا بني ادم انت لسه هتتناقش معايا؟ البنت بتموت نفسها من العياط. انا ما حدش يمشي كلامه عليا. انزل لا اضربك بالنار. ايوه هضربك بالنار. حاضر.
قلت يا عمري. ليه نايمة يا باشا؟ يا باشا نايمة يا باشا، أنا قلت حركة فرعية. يا حبيبتي لميس، ان شاء الله ربنا هيشفيها ويهديها ويعافيها وبالصحه يديها يا رب، يا رب. وتشوفها في بيت العدل وتروح بايدك تسلمها لعريسها وتطمن عليها وتجيب لك الذريه الصالحه قادر يا كريم، ويخليكي ويشفيكي ويهديكي. خلاص يا رب يا رب، اعملي لي حاجه اشربها. يلا حاضر يا باشا. يلا حاضر. خد يا بيه، تعال سكة يا اخت، اطلع قدام شويه كده. صباري يا اخت، حيل تعالي كده، اديني وش امسك ايدي كده. ايه الناحيه الثانيه، خلصيني ياما، تعالي كده. بص للكاميرا هنا اللي بعد. يا ليلى سودا، وفين وليه؟ في ايه؟ انت هتدوسيني؟ فاهمين؟ ايوه هنا اهو. ما امسك النمر. ايه نمرتي عربية؟ عربية قالوا ليه؟ هتطلعلي رخصة؟ رخصة ايه؟ نمرتك في السجن هنا، يلا حطيه. اه قدام؟ لا فوق فوق فوق. ايوه فوق فوق. اه ايه ده ده كده السجن انت بتعملي حطها على ايه؟ ايه ده امسكها في ايدك كده؟ ايوه ايوه. يلا بص على القامة. عندك كده؟ لا كده؟ ايوه 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 ايوه. يا سوادي على الاوضاع. يا رحيم انت ايه بتصورها على البحر في اسكندريه؟ ما تروح في حلم يا وليد. انت عايز الصوره دي ليه؟ عشان السجن هنا. السجن هاخدها ذكرى؟ لولا الصداقه الملعونه اللي بينا واللي بلعنها في كل لحظه، ولولا الملاك الطاهر الوحيد في البيت ده، انا كنت قطعت علاقتي بيك من زمان يا عباس. روح يا ابني لما على العربيه وغسل لي شربات، بالذمه ده منظر دكتور. وهو انا اتبهدلت غير بمعرفتك؟ بقى الدكتور اسماعيل جزرة، نجم نجوم اطباء مصر في كل المحافل الدولية، يخرج من فيلته بشبشب وكل فردة شكل. منك لله يا شيخ. طمني الاول على لميس. بقى تعالى لي العيادة بكرة. عيادة ابو عيادة يا سايس. على فكرة يا عباس، بكرة هتدفع الكشف زيك زي اي مريض في العياده. 15 سنه وانت مقضيها سفلقه، كفايه بقى يا اخي. دكتور بالابتدائيه القديمه مش فاهم. سلام يا عبس، لانك ما تستاهلش اقول الاسم بالكامل. أوفى أنت؟ يلا اطلع فوق، لف وشك، الناحية التانية تحمر أيوة بس. هو كان سريرك؟ اه كان سريري. وحصل له ايه؟ بقول لك ايه، هتقعدي تهزري معايا وتهدرقي؟ لا يا حبيبتي، انت عايزه كده اول ما تيجي تاخدينك دور اول وانت لسه مستجده؟ ده مستجده وده الامارات. بصي يا حبيبتي، انا عطاطا
جرايا وليا انت تكونش فاكره له خده ولا ايه؟ لا مش ده تصدق انا ما خدتش بالي انها مش لوكانده امال احنا فين؟ في السجن يا حبيبتي في السجن يا عينيا والسويت بتاعك فوق مكان ست اجلال ومين ست فنجان دي حضان في الطبق؟ ما نامت يا اختي وخلاص وارتاحت من الدنيا وبلاويها عقبال السامعين يا رب. قومي يا ولية سيبك منها يا قاضية يا اختي شكلها كده اول مره تيجي القناطر. لا يا حبيبتي ازاي اول مره بقى اشرف القناطر ياما جيت القناطر وخدت معايا فسيخي ورنجيتي وبيضي وعيشي وكل حاجه تنتهج من كنتها كانت. يلا يا ولية يلا يا ولية قومي من على السرير يلا قومي يا مت قيامتك. ايه لا يا حبيبتي ده انا مش عارفه قاعده وبس راح ده يا حنان كرهت ايه وعلى الرجل يلا يلا خديجة دي بتتمطع. ليه اغراء وانوسة يلا يا جربانة خدرت يا رجل كرة مفقوسة الولية اللبط دي دي ده ايه دي جاية من الدهية دي ايه هي الولية دي فاكرة نفسها هتهتنا ولا ايه الموضوع؟ بقول لكم ايه عايزين نتلم على الولية ديت ونرقحها عرقة استقبال المستجدين ماشي انا استقتل العمر يلا يلا انت يا طاطا؟ ايوه انا يا طاطا سلام وقول من رب الرحيم. اسمعي يا ست طاطا انت ايوه بره تبقى حراميه نشاله تسرقي تنصبي كل ده على عيني وراسي هنا لا انت هنا في مملكه عباس النهري ده كل اوتوبيس النهري شباب شوش عطيه نعم يا فندم السجينه دي تطبخ وتكنس وتمسح العنابر كلها ما بعرفش اطبخ ولا في البليه تتعلمي ما بعرفش اقرا تخرسي خالص وانت عم العدي من عندي انا غلانه وبعدين بقول لك ايه يا سول بكير اقفل يا باشا تنفيذ الاوامر عليك وبعد ما تعمل كل الحاجات دي تتنقل على الحجز الانفرادي فاهم اوامرك يا باشا وينفذ يا باشا نيله في شكلك ده تغطس ما تقل والاوتوبيس بتاعك يقف يا رب اوتوبيسك يقف انا مريع انا الجلومه انا تلعب ليا يا لا مرض دوايا نزول على السراير يا لا مش عارف اجيش اقدر ضرب الزبزب خد يا عم نمره المحامي بتاع قطاطا اهو واسمه عندك هنا رامي نصار قشطة جدا ماشي تمام كده بس ما قلتليش انت عايز النمرة دي في ايه مش احنا خلصنا من الموضوع ده بقى وردمنا عليه الله جرايه يا عمنا انت هتقضيها تلميذ على طول لا الله يصلح حالك فكر شوية هو مش برضو جايز يحصل في الامور امور ساعتها بقى لو انت قدرت توصل للمحامي بتاعها ده ممكن نحطه تحت بطن برضو مش فاهم افهمها لك حسب تقسيمات أستاذنا هتلر الناس اللي عايشين وخلاص زي الست قطاطة دول تلاقي روحها في ايدين المحامي بتاعها ليه؟ عشان هم أصلاً بيبقوا مش دريانين بأي حاجة بتحصل حواليهم ولو انت بقى سلكت نفسك مع المحامي بتاعها ساعتها يبقى انت مسكتها من زمارة رقبتها وممكن بقى تزمر براحتك لا امسك رقبتها انت وزمر فيها زي ما انت عايز المهم انا عايز اتكلم معاك لا استناني انت بس شوي الو اي يا حبيبتي معقول الغياب ده كله مفيش حمل التقل ده كله طب اكلمك بعدين ماشي سلام انت ازيك يا سمير الحمد لله ليلى انت هنا
اه طبعا هنا، لكن مش عايزه اعمل لكم ازعاج. انا رايحه عند ماما، عايز حاجه؟ لا يا حبيبتي، مع الف سلامه. انت طيب؟ يلا باي سمي. مع السلامه. امال انت كنت بتكلم مين يا شعبان؟ لا يا حبيبي، له خصوصيات، وكل واحد مننا له خصوصياته، وما ينفعش اي حد يتدخل في خصوصيات التاني. رايح فين؟ احنا لسه ما كملناش الطاقه. طب خد معاك الميني في السكه. طويلة قوي يا هنوسة، عقمتي ايدك قبل ما تغرفيني؟ يا اختي انت ليه كدتي فيا دي؟ انت مش شايفة نفسك يا بنية؟ ده انا شفتك، ربنا فتح بصيرتي وشفتك محشورة، يعني قاعدينك في الحمام. بجيب الاكل يا ولية، تقعدي كمان يا اختي من بيت اهلك. ما هو يا اختي كوني اهو بتسب ملهاري. بقول لك ايه، لو ما تلمتيش والله العظيم بنيه كده اخشك اجيبك للارض ما تقومي ابدا. حموده ما انا ببصي، انا بصي يا حبيبتي ما بتكلمش مع واحده بترفع رجاله وجايبهم معاها. يا نهارك اسود، رجاله ايه يا ولية؟ ما هو عقل جنبك اهو. انت مالك انت؟ مش انت اللي قاعد معاه؟ بقول لك ايه يا ولية، انت ابعدي عني وتلمي احسن ودين ربنا. لا بعزق بيكي الارض واخد فيكي تقبيده، وانا مش فارقه معانا كده كده جوه السجن. ماشي يا صلاح، حياة امك انا ابلغ عنك الادارة. يختت ليه على عينك ويمشي كده؟ ابراهيم ليه ياخدي؟ كرعي! هي فعلا سلمت نفسها ولا هي اتقبض عليها؟ لا هي اللي سلمت نفسها، هي دي برضو حد يقدر يقبض عليها؟ الاموال المتقربه بتاعت اقاطا لو رجعت لنا واتقسمت على الشعب، عارفه حضرتك كل واحد هينجبه كام؟ كام؟ بس دي حاجه غريبه جدا، دي كان خلاص قرب يطلع للدعاء حكم غياب، ايه اللي يخليها تظهر وتسلم نفسها دلوقتي؟ ان الست اقاطا هي سبب الفساد اللي مالي البلد. وديك شايفه الاثار عامله ازاي؟ ده الواحد مش عارف يروح بيته بشويه حرام كشف العيال. يمكن ظهرت عشان تثبت براءتها. بس براءتها ايه؟ دي القضيه لابساها لابساها. الشخصيه جهنميه، تتوقع منها اي حاجه. قطاطا لبست القضيه لوحدها، والملايين اللي لميناها هتتقسم عليا انا وانت وبس يا حلاوتنا. ايوه يا ابني، بس انا مش هستريح الا لما يتحكم عليها. ليه؟ انت قلقان تجيب سيرتك في القضيه؟ أقلق من إيه؟ أولاً هي هتجيب سيرة فاروق، وأنا مش فاروق، أنا شعبان. هتقول لهم إنه شعره طويل ونازل على أرضه، وأنا يا ابني شعري مش طويل ولا حاجة، ده أنا حتى أصلع شوية، وأنا يا ابني لابس شنب. سلام عليك. ولابس شنب. أستاذ ورئيس قسم، عظمة. بس شيل الحواجب بقى عشان ما نتهرش. صح، عندك الهف دي، بقيت واد قاور اهو. يلا بينا عشان انا نفسي اسمع الحكم عليها، وكده نبقى دقينا اخر مسمار في نعش الست قطاطا. اعزائي المشاهدين، لقد حانت اللحظات الحاسمه، اللحظات التي ستحدد مصير اكبر قضايا الفساد في مصر في الفتره السابقه. هل سيظل الستار على هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل في الرأي العام؟ هل سنكتشف في الحلقة الأخيرة الكثير من الأسرار التي تخفيها هذه المجرمة؟ هذا ما سنعرفه اليوم، وإحنا معاكم عشان نعرف. يلا
حد يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يروحوا عيال تجروا ويروحوا كده ما ينفعش. ضربني في صدري يا ابني والنبي، ضربني في صدري. واحد يقول لي ايدك يا حاجة؟ ما حدش يمد ايده على موكلتي، انا المحامي بتاعها. ولا رفع حضره الضابط. ما تخافيش، ما تخافيش قلت لك. بصي ما تقوليش اكتر من ان انا بريئه، انا مظلومه وحاسبي حد يجرجرك في الكلام. ها هتقولي ايه؟ انا جعانه يا ست، انا عازمك بعد الجلسه، هاكلك بعد الجلسه. نبي ركزي بقى معايا، ابوس ايديكي في عرض ابوكي علشان دي اول فرصه ليا. انت ممثل؟ لا مش ممثل. والنبي شكلك من الممثلين يا ستي. انا شكلي كده اعمل له ايه؟ بتمثل في الهند؟ في الهند انت؟ لا مش في الهند، ابوس ايديكي عشان دي اول قضيه ليا. اول قضيه؟ اه. اتقفشت في ايه؟ ما اتقفشتش يا ست، انت اللي مبسوط وانا جاي ادافع عنك. ركزي بقى. بصي من الاخر بقى، قولي ورايا بس. انا بريئه. انا بريئه. انا مظلومه. انا مظلومه. انا اتلعب بيا. انا اتلعب فيا. ايه ياما اللي انت بتقولي؟ ياما عيب ياما، اتلعب فيكي ايه؟ ما اتلعب فيك؟ لا ما اتلعبش فيا ولا اتلعب فيك. ما اتلعب في مين؟ ما اتلعبش في حد يا ست. امال فين الواد اللي اتلعب فيه؟ هندور عليك وهنمسكه ان شاء الله، وحاسبي حد يجرجرك في الكلام. محاسبي انا ولا ما تفكرش في اللي عرفني عليك. وبعدين بقى يا ست ما توترنيش بقى، خليني اشوف شغلي. عايز اركز لو سمحتي. بص تعالي ننسى اللي فات ونبدا مرحله جديده خالص. ايوه. انا مش عايزك تقولي اكتر من اللي ورايا. ايوه ايوه قول. انا بريئه. انا بريئه. انا مظلومه. انا مظلومه. انا اتلعب فيا. شفت؟ شفت بقى؟ انت اللي طلعت بريستيسيون. انا اسف، انسي اللي فات خالص، لو سمحتي سيبيني اشوف شغلي. انت مين يا واد؟ يا ست هانم، يا امبراطوره الشرق، حلفت لك 100 يمين ان انا المحامي بتاعي. اول نري. انت المحامي بتاعي؟ اه. طب وانت ايه اللي جايبك لنا؟ معزوم على قضيه. وبعدين الواد ريت يا ست، انا جاي اساعدك. شايفني مكسحه؟ يا ست شايفني عوجه؟ شايفني حوره؟ انا ايه اللي وقعني الوقعه السودا دي؟ وقعه سودا؟ ايه اللي وقعه السودا دي؟ يا ست يا ست يا كبير، انت بتنادي عليا يا ابن الواد؟ بصي وترتيك، انا بص هخش الحمام وما تقليش ادبك تاني، ارجع من الحمام تكون حفظت. يلا. هي كان بيزغني في صدري. برا ان شاء الله يا ست قطاطا. انت مين يا عم امك انت كمان؟ برا ان شاء الله يا ست قطاطا. انت مين يا وليه؟ انا سنية. سنية؟ ازيك يا سنية؟ ازيك يا حبيبي؟ شفت يا سنية ابدا في قطاطا ايه؟ معلش معلش، في حد بينخورني في حضور وعايز يقعدني يا معلش يا حبيبتي، ربنا موجود وهينصرك ان شاء الله. انت مين يا وليه؟ انا سنية. سنية مين دي؟ يلا يا حبيبي. يلا يا براجل يلا. انا مظلومة. مالك يا ست قطاطا؟ مالي يا ابني، ما انت شايف الحموله الزايده اللي انا شايلها؟ ده انا بخاف امشي بالليل اتقفش في لجنه من البروز اللي انا ماسك. انسى كويس. انا يا خلص ثواني. قومي على القفص يلا. اقفص ليه وانا حميد؟ سيبوني بقى هنا اتفرج على فيلم انا لوحدي. يا ست خليني اشوف شغل، انا عندي الضغط. سيبوني اتفرج على فيلم بتاع الفيلم بقى. انت ازاي بتكلمها بالطريقه دي؟ رقم اولا دي ست كبيره، لو سمحت سيبنا لوحدينا شوية. انت مين يا واد؟ لو سمحت انا ممكن اصعد الموضوع، فين حقوق الانسان؟ معاك دقيقتين. ابو الحسن جاي علينا ايه؟ عشان خاطر ركزي معايا بقى، عشان خلاص جه وقت التركيز، احنا جوه المحكمة. محكمة؟ احنا جوه محكمة؟ احنا ما اتفقناش على كده يا كابتن. ما تفرقناش ان احنا هنيجي. انت مين يا واد؟ انا مين ايه؟ انت بتشجع ايه؟ مدرب كاراتيه يا ست، هو انا مش باين عليا ان انا محامي خالص؟ والنبي يا ابني وانا باين، لو باين هقول لك. والله انت زي ابني يعني. طب الروب ده ما بيفكركيش بحاجه؟ اه بيفكرني. بايه؟ بالراجل وطواط. وطواط ايه بس؟ بتاع التلفزيون، زي المسلسلات بتاع باك مان والسايتر مان. هي جلسه مش معديه، انا عارف، انا مش مكتوب لا ترافع خالص. قومي يا ست بقى، خلصينا بقى، قومي بقى. لو سمحت لو سمحت، انا اتكلم معاها بطريقه احسن من كده. خليني اشوف شغلي. لو سمحت. مين هيخش القفص؟ امك. دخلها. قومي بقى. طب الفيلم حضرته امتى؟ قومي غلبتيني. يلا يلا جنتو 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 يلا. خلاص يا امه، قبل ما نفترق من بعض المراجعه النهائيه بقى. ماشي يا واد. انت مين يا بقى؟
واد مين ايه؟ ما انا هو هو اللي كان هناك. انت ضرب بمنظرين؟ لا انا هو هو واحد بس. انت واحد بس؟ اه. يلا بقى محتاج اتفضل. محكمة! انا ريع. انا مظلومة. انا سافرية. سكوت. اكشن. انا مريعة مظلومة وسافرية. سكوت. النيابة تفضل. سيادة القاضي، حضرات المستشارين، قامت المدعى عليها أطاطا عطعوت باستغلال براءة المواطنين البسطاء وظروفهم الصعبة والملحة، وأوهمتهم بقدراتها العجيبة على استثمار أموالهم وتحقيق أكبر عائد مجز لهم في حياة الملايين. اسلم حنكك. أوه يا سكارة، والنبي صوتك صوتك حلو. ما تعمل شريط ويتنزلوا. سكوت. أكشن. لقد قامت بجمع أموال ومبالغ طائلة تخطت ملايين الجنيهات. أعترض. أعترض يا سيادة القاضي، ده ظلم، ظلم وافتراء بين. أقعد. ليه كده طيب؟ ليه بتبوظي ستايلي ليه؟ كمل يا سكارة، كمل يا سلام حياتك. لقد استولت على ملايين الجنيهات قرابة 3 ملايين جنيها مصريا. لا، أنا كنت بعد أول بحبك عشان أنت كنت ماسك كويس، إنما دلوقتي مش أنا بحبك، لأن هم أصلا 20,375,000 جنيه و80 مليون. ياما اسكتي، ياما اسكتي خالص، ما تتكلميش خالص. ما في إيه؟ سكوت. سكوت. أرجو إثبات ما تقوله المتهمة بمحضر الجلسة. أيوة كمل يا أستاذ، كمل. ليش لمبوعك يا ستي؟ أنا اللي أقول مين اللي يكمل ومين اللي ما يكملش. لا، ده كان زمان قبل الثورة، لكن دلوقتي خلاص الناس قلوبها شال منه خوف. تفضل كمل يا أستاذ، كمل. سكوت. أكشن. النيابة تفضل. فبعد أن قام المساكين بتسليم ما يملكونه من حطام الدنيا لها، أيوة، بدأت المتهمة في المماطلة والتهرب من إعطائهم الفائدة المنتظرة أو حتى أصول أموالهم. أيوة، يسخن بقى كده، زاعمة أنه قد تم التغرير بها. صلاة النبي عليك، أي والله يا بس مهندس اتلعب بيا. والله العظيم يا ست، لو ما سكتي لديك حكم عشوائي. حقك، ما انت رئيس لكل المصريين. يا ست قطاطة، انا هنا رئيس المحكمة وبس. وضحت؟ خلاص طيب، ما تزعلش كده يا حضرة الظابط. حضرة الظابط، انا مش عارف واحدة مغيبة زيك ازاي تضحك على الناس وتلم كل فلوسهم كده بمنتهى الرضا. ايه ده بيقول ايه ده؟ كنت بتعمل لهم ايه؟ بتسحر لهم؟ صدقت يا سيادة القاضي، فالثابت من التحقيقات وإفادة الضحايا تفيد أن المتهمة كانت تسيطر على عقولهم بكلامها المعسول وقدرتها العجيبة على الإيهام الذي يصل إلى حد سلب الإرادة، وكأن فريستها قد وقعت تحت تأثير التنويم المغناطيسي، فيفعل ما تأمره به مهما كان. يعني وحدة حباها المولى عز وجل بخيال خصب يتمناه أعظم الكتاب والمؤلفين، بدل ما تستخدم القدرة دي في الخير وفيما هو مشروع، أخذت تستغله في الدجل والشعوذة والفسق. سعادتك، ودي تهمة تضاف لجرائمها السابقة. طبعاً. طلبات النيابة. أنا عايز واحد حيوان أمشي. يا ولية تلمي، عندك أي إضافة عايزة تقوليها؟ عايزة ترسم على حيوان أمشي. يا سيادة القاضي، لا تتركوها، لا تتركوها تراوغكم هكذا. يا صدام، النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة
قطعت عطعوط الزو. وشكرا لكم، شكرا لكم. هو ده هيبقى عسكري كبير قوي في الزبطية هيظبطوك. سكوت، الدفاع يتفضل. ايه ده؟ الكابتن وائل جمعة جه؟ وائل جمعة مين يا ست؟ الدفاع يعني المحامي، عندك محامي؟ أنا هنا يا ست القاضي، حاضر عن المتهمة، ويا ريت ننسى اللي فات. ننسى اللي فات؟ بس بقى عشان هتروح معانا دلوقتي. بس بس اتفضل يا أستاذ. شكر جدا سيادة القاضي، وأولاً أحب أعبر عن سعادتي لوجودي وسطيكم، ويا رب المرافعة تنول إعجابكم. اديله وردة يا واد وبوسه، يلا. بس بقى سيادة القاضي، حضرات المستشارين، السادة الحضور، وأنا وأنت مراعاه يا جدع، وسيط وسيط مراعاه يا جدع. لو سمحت ممكن تسكتها عشان مش عارف أركز. سكوت أحسن. سكوت، ادخل يا أستاذ في الموضوع. سأدخل سيد القاضي. يرى ممثل الإدعاء، ودي رؤيته سيادة القاضي، أن موكلتي قد قامت بجمع مبالغ من المواطنين، ولكن هيهات ثم هيهات ثم هيهات. طب هيهات سجارة بقى، لحسن خرمت نفوخي. سكوت، كمل يا أستاذ. في حقيقة الأمر سيد القاضي، أن الأهالي هم من سعوا ورائها وراحوا يتوسلون إليها. والنبي يا حاج قطاطة، والنبي يا خالتي قطاطة، خلي الفلوس دي عندي، خليها معاك وشيليها ويمشوا ويجروا. يا بنت تعالي، يسيبوها ويجروا. سيد القاضي، وهنا للتوسل مكانة كبيرة في قلوب المصريين. ولما التوسل سيد القاضي؟ لتأخذ أموالهم لتستثمرها عندهم، لثقتهم فيها. معلش هعيد دي تاني، لثقتهم فيها. كذاب وحيادك يا سيادة الضابط. سياسة القاضي بقى، ما تسيطر شوية. سكوت. لثقتهم فيها وسيرتها العطرة وروحها النقية. انظروا إلى وجهها، معلش سيادة القاضي، انظر إلى وجهها. هل هذه تأخذ أموال من ناس عافية؟ دي تأخذ أموال عافية ازاي؟ منين؟ منين سيادة القاضي؟ كذاب، كذاب في أصل مصر. أنا اللي اتحكى على الناس وخدت منهم الفلوس، مش كل حاجة أنا عملتها. أرجو إثبات ما تقوله المتهمة بمحضر الجلسة سعادتك يا فندم. يعني محدش من الضحايا ادالك فلوسه كده من نفسه؟ نفر. وما بتنكريش كمان ان انت خدت فلوسهم عشان توظفها لهم؟ جميل. يعني انت معترفه؟ نقدر مش معترفه بحاجه، وبطلب البوليس. انا بريئه، انا مظلومه، انا اتلعب فيا. انا مش هكمل مرافعه سياده القاضي، لان كل حاجه بانت على وضوح. استاذن بشكل شيك عشان ما تحرجش اكتر من كده، ونتقابل في قضيه ثانيه ان شاء الله باذن الله. يا حبيبي الحمام على الشمال، خش على طول. بس بقى، بس بقى، خلاص خلاص. عندك حاجه ثانيه عايزه تقوليها؟ مشاكل يا جلالة الملك، في أيامك يا جلالة الملك اتبهدلنا من بعدك. رفعت الجلسة للمداولة. محكمة! أنا بريعة، أنا مظلومة، أنا اتلعب فيا. اسكت بقى، خلاص خلاص خلاص. أنا بريعة، أنا مظلومة، أنا اتلعب فيا. قفشنا ولا ايه؟ يا عم بص يا عم، هو مش واجب برضه نقوم نواسيها وناخد مخاطرها؟ اقله نبقى عملنا الواجب. انت بتقول ايه يا عمنا؟ ما تخلينا في حالنا بدل ما نتهرش. نتهرش؟ انت كحول قوي يا اسمك ايه؟ قوم يلا هنضحك. يلا يلا. مساء الخير. هو مش حضرتك برضو الست ثانية اللي كانت ماسكة الشغل عند الست قطاطة؟ أيوة أنا. قلبي معاك يا ست ثانية، والله غمة وهتنزاح بإذن الله. أيوة، يعني مين حضرتك؟ طبعا ما أنت مش هيجي على بالك تعرفيني، ما أنت ياما شفت ناس داخلة وناس خارجة. الله يكون في عونك. أنا يا ست واحد من الناس اللي حطوا شقة عمرهم عند الست قطاطة، وفي الآخر طلعت من المولد بلا حمص. بريئة والله العظيم يا بيه ست قطاطة، بريئة والله العظيم. مصدقك من غير ما تحلفي، مصدقك. أنا عارف إن الست قطاطة كمان انضحك عليها، ربنا ينتقم منه بقى اللي عمل العملة المنيلة دي. هو أنتوا ما وصلتوش لحاجة؟
فص ملح وداب ولا لوش أثر، بس إن شاء الله هيقع لأن ربنا ما يرضاش بالظلم. ونعم بالله. بعد إذنك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سادة الليل، تأتي للقتيل وترقص في جنازته. تفضل. متشكر يا بنتي. العفو العفو. محكمة! أنا مظلومة. تفضل. حكمت المحكمة حضوريًا وبإجماع هيئة المستشارين على المتهمة سلامات عبد الغفار بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاس. مبروك يا بيت، مبروك. ده راجل نبي أحسن. وعلى المتهمة أطاطا عطعوط الزو بالسجن 3 سنوات مع الشغل. أنا مظلومة، مظلومة بريئة، أنا معرفة عفية، أنا بدي الناس يا ناس. والله وحلوت احلوت، والله وحلوت وحلوت، والله وحلوت وحلوت، والله وحلوت يا رؤى، قصدي حلوت يا شعبولة، والفلوس بقت بتجري في ايدينا. ما هي الدنيا كده يا صاحبي، ناس بغبائها تترمي في السجون وناس اذكياء زي كده يتبغدوا ويتروشوا ويتروقوا على حسابهم. وهي دي بقى نظريه هتلر في تقسيم المجتمعات وعمرها ما خيبت. الله يرحمك عم هتلر، الله يرحمك. هتلر ده كان أستاذي وقدوتي، كانت أمنية حياته إن يقسم المجتمعات لطبقتين، طبقة بتفكر وترتب وتخطط زي حالاتي كده، والطبقة التانية يستاهل يتولع فيها بجاز ويسخ زي قطاطا واللي شبهها. بصراحة الولاية دي كان عليها غباء ما يتوصفش. بس يعني هو أنا محسوب على الطبقة بتاعتك دي برضو يا شعبولة؟ أنت؟ طب خليها في سرك. أنا بريئة، أنا مزلومة، أنا اتلعب بيا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما تقلقيش يا ست قطاطة، ما تقلقيش، بعون الله هخرجك منها، وانت معايا اشارتك خضر. اشارتك خضر؟ انت تعرفي حد في مرور فيصل؟ يا دنيله، امال ايه؟ يا وليه يا وليه، انت صعوبتي عليا عشان كده هغربك، افهميني. طب افهمي وهم بيهربونا. اسكتي بقى، فضحتينا على اخر بيتك. بقول لك يا عمنا، يعني بعد اذنك، يعني انا كانت ليا نظريه كده عايز اخد رايك فيها. قول يا اخويا، ما تخليش حاجه في نفسك. يعني بما اننا عملنا عمليه قطاطة ومعنا من قبل كده فلوس، عندنا خميره كبيره تخلينا عايشين برنسات، ما كفايه بقى ونبطل. كفايه حياه النبي يا شيخ، بلاش كلمه كفايه دي. بتجيب الفقر، وبعدين البحر بيحب الزياده. وإذا كانت وجهة نظرك أنت بقى إنك تشتري مطعم شيك في فندق 5 نجوم، أنا بقى لأ، أنا شراء الفندق نفسه ما يكفنيش. بعدين كفاية بقى عشان الليلة جاية. كفاية. يا أهلاً يا حبيبة قلبي جوزة، تعالي. نورنا يا سمير. ده نورك يا ليلى، ما كانش له لازمة التعب ده. تعب ايه ده؟ واحنا بنشوفك كل يوم. مش عايز اتتلك. يلا حاضر يلا حاضر. يا انا حاسس ان انا عايش في قلب النعيم من جوه. والله كده الشغل ماشي 100 100. قول ما شاء الله، ما يحسدش المال الا اصحاب. الف ما شاء الله طبعا يا حبيبتي. لو ايه ست زي الفل، اخلاص ايه ووفاء ايه، تتحط على الجرح يطيب. الله الله الله، اللي جرى ايه؟ هو انا لسه هعرفكم على بعض. ايش حال اذا ما كنتش انت اللي مجوزها لي؟ الله يبارك لك، ربنا يسعدكم ويهنيكم ببعض. ميرسي يا سمير. امال فين ياسمين؟ افتكرت دي عند ماما من امبارح، لازم اكلمها. او النبي، وسلمي لي عليها الاحسن، وحشاني قوي.
ياسمين، ازيك يا روحي؟ بابي بيسلم عليك. بقول لك ايه، انت مطبق معايا الليله دي في شغل جديد عايزين نمخمخ فيه. جديد ايه؟ مش لما نصفي القديم الاول ونشوف اللي ليا واللي ليك؟ اللي فات مات يا حبيبي، خلاص اللي فات مات. طب افرضي والله بيهربونا، ها؟ مسكونا وجمركونا وخدوا بقى الحاجات اللي احنا جايبينها من بورسعيد، هتعملي ايه؟ بص يا ست قطاطة، انا عندي رجاله محاصرين المحكمه، وبعون الله بعون الله هيسلكونا. لا يا اختي انا ما عنديش حاجه تستلك، شوف انت ايه المسدود عندك وسلكيه. اخرسي اخرسي بقى وسدي بقى، انت ايه؟ يا ساتر يا رب. يا ناشفه يا بنتي، اللي ما فيش فيك راجعه لو علموك يمين او شمال. ماشي، يعني لو اتجوزي هتخدمي كلب. يلا يا طاطا العربيه وصل. حاضر، والنبي عشان خاطرك انت اللي نجيتها بس من قلب الكاسيه هتقهر يا دي. قومي خلصي. الله، هو انا بخاطري مش في حاجات شايلاها. مالك يا ولية؟ هو النبي موجود بس ليا عنك طلب. عايزه ايه؟ فلوس؟ انت ناقصه؟ لا لا، فلوس ايه يا ابني؟ انا خلاص حد الله ما بيني ومنها. انا بس عايز اخش الحمام. عايز اخش الحمام، عايز اعمل بيبي. ابو ده لمصلحتكم، انتوا ممكن تبطوا غرقانين في قلب العربيه. خلاص كتك القرف قدام يا ابني. انا سجنتي. يو انت رايح ليه؟ انت هتخش معايا جوه في الحمام بتاع النسوان دي؟ ده هتلبسيني بلوه، خش خلاصينا. انت جاي جاي تخش كده؟ لا اله الا الله. حاضر، لف وسط. ماشي، اوعى تبصي بالخم بقى. مش هتنيل. تعالى كده. حاضر، جينا كده. انا بص عليك اهو. الهي ربنا يريحني منك يا رب. ما تشدش يا خفيف. اول ما المعلمه تركب عربيه الترحيلات كل واحد فيكم عارف هيعمل ايه؟ لا، كل اللي انا عارفه ان طبيعه المهمه بتاعتنا تهريب عربيه الترحيلات بتاعت الستات. خلاص كل واحد عارف هيعمل ايه؟ لا. خلاص يا وليه بقى. وبعدين في شغلانتك السودا دي بقى؟ اهم خلاص يا افتح الباب. اهم ما بدهاش بقى. الحقوني يا خال، قطعت هربت. وبعدين تاريخ المهن المشرف بينهار كله قدام عينيا. الله يخرب بيوتكم، والله ما انا عارف اعمل ايه. ها يا ولادي. ايه؟ انت فينك؟ ايه؟ في حد؟ في حد يا اختي؟ انت شايفه؟ انا بس صالحة. انت صالحة؟ لا. طب فين الفهم؟ في كده. ونعمل نفسنا ان احنا موجودين في البيت بقالنا كتير. ماشي ماشي، بس بالراحة. انت شايفة جده في حتة؟ مين؟ شايفة جده؟ اجري بس بروح. طيب بالراحة بس. اه يا لميس. بجري يا لميس. ما تزعل. لميس. انتوا فين؟ يا لميس. يلا. هاني اهو. اسكتي. هاني بقى. بس يا ستي بقى. ايه؟ حاجة غريبة جدا. انا بطلبك، انت قافلة تليفونك ليه؟ ايه يا جدو، احنا كنا في الجنينة بنشم هوا وبنلعب. يعني ما خرجتوش؟ ايه ده؟ وانا كان ممكن نخرج؟ والنبي ما قلتليش ليه كده يا لموسه؟ كنا رحنا جامعة الدول العربية وكان كشري عند فرغلي وسيبنا نفسي عند عصير العسل. سكر سكر يا تحت سكر. انا ما فيش حاجة كنت بطمن عليكم يعني. لا احنا كويسين جدا يا جدو. طب انا كنت عايز اتكلم معاك شوية. ماشي. طب هو بدل بقى دي خطرته دي في فريندز. ماشي؟ ماشي هاتي. انت انا بنزل في ايه؟ اهي. اهو؟ ايوه بروح. المهم يا حبيبتي، انا هصدرك بعد دموسة. ماشي. كده؟ راح. تاخد دموسة. ماشي. بس. مش عايز اجيب لك سيد المكتب؟ لا. بتزعل من ده؟ خلاص. انت بتزعل؟ الله. ناس خلاص. تسمع على كده يا ميزو. لا ضغور، اسمعي. انا مش عايز احرمك طبعا ان انت تقعدي مع قطاطة، لكن بيني وبينك انا خايف لان لسانها زفر. انا خايف لا تلقطي منها كام لفظه ولا كنت تبقى مصيبه. ايه ده؟
لا طبعا دي رقيقه جدا ونضيفه قوي من جوه يا شيخه. ايوه ايه القطط اللي عملتيه في اوضتي ده؟ مغسل هدومي. هدومك؟ طب ما احنا عندنا غساله. طب افرض النور قطع جوزك يعمل ايه؟ ينزل وسخ وسط النسوان ويتريق عليك ويقولوا الست دي معفنه؟ الست دي مش مهتميه بجوزها؟ يا قطط انا مش متجوزه. يا بنت انت اللي تركزي، لازم تتعلمي متجوزه او مش متجوزه. بصي لازم تتعلمي. تعالي تعالي اجي. تعالي يا حبيبي يا بنت. ايه؟ اقعد امسك الحته دي. امسك انا معلمك حاجه جوزك هيحبك عليها. امراسي بقى كده. انت تغسلي فانيله نمله؟ انزلي اغسلي بايدك كده كده. هاتي عافيه نمله، هاتي عافيه كده. انت عارفه يا بنت كده بخش كده خلاص اهو. امراسي جامد. ايوه جميل قوي. يا سوري يا نهار اسود. ايوه امراسي كده. ايه المصيبه دي؟ في ايه؟ كده حلو قوي. في ايه؟ انت من البيت بقى؟ انت بتعلميها ايه؟ انت يا بنت انت. معلمها ايه؟ معلمها دي بقى ست بيت. ست بيت؟ ايوه. جواز ايه ونيلة ايه؟ وده ما تتجوز ما يبقى عندها شغالات. يا سلام. طب افرض بقى حصل ان انت جوزتها لحتة واحد محنك معهوش النهار. ايه؟ ايه؟ قومي بره. قومي كلميني بره. ايه يا جدو في ايه؟ ما براحة شوية مالك؟ قومي قومي يا ست قطاطة. ايوه كده. مديني قلب اهو. انا عارفة الارض من جنفلاتها. جراحة. ايوه. هو راح فين؟ طلع بره. يلا طلع بره؟ لو غبت عن خمس ساعات ماشي. لو غبت عن خمس ساعات في قلب المكتب عنده بيتقال حقيقي. يا طاطا تعالي بقى. ماشي. هو ده جاي اهو الباب اللي مش عارف هو فين. وبعدين اجي فين؟ انت عايز ايه؟ تعالي اقعد عايز اتكلم معاك. انا مش عارفه بس يعني ايه. ايوه عادي يا اختي عادي اهو. ايوه انا منك مش عارفه ايه. نعم. انت ايه اللي بتقوليه ده؟ انا بقول ايه؟ افرض اتجوزت واحد كحيان وتضمن وطير السلك تعمل ايه؟ انا اللي هو عباس هخلي حفيدتي تتجوز واحد كحيان ولا عدمان؟ ماشي. وادي حد ده من عمره. ما يمكن وانت قاعد دلوقتي يفرمك طول ماي وانت قاعد هتقدر تتكلم؟ ايه؟ ولا حدايه معديه راح تخسرك كده وخلاص خلصت الحكايه، ما بقاش في عباس النهري ولا غيره، تعمل ايه؟ انت بتفول عليا يا وليه اللي ايه؟ ربنا ياخدك. يا راجل انا بحبه ولا بتبين من المنبول. يا عباس بيه، يا عباس بيه افهم شويه. البيت لازم تشوف وتعرف وتحب. هو تتحب. ايه الكلام الفاضي اللي بتقوليه؟ حب ايه وتتحب ايه؟ البنت لسه صغيره. صغيره دي ايه يا عمر؟ ده ليه صغيره؟ انت عارف وانا في سنها كده كنت عامله ايه؟ كنت ماشي مع نص عساكر الانجليز في مصر. ده حفيدتي وانا مربيها تربيه صح. يا اخويا بقى ولا مربيها ولا منزلها ولا بتاع بقى. انت مش عارف، مفيش حد عارف يكلمك بعد بالبيت ولا ايه؟ ايه يا عباس؟ مالك؟ ما تفوق كده شويه. لحظة كده شوية يا عباس. أنت جيت في مرة كده لواحدة كده رحت جايب لها صباع رز. جبت لها صباع رز مرة كده أنت فاكر؟ جيت في مرة رحت جايب لها مسكرة. جيت حسيتها في مرة كده في مرة من المرات كده إن هي بنتي وكبرت وبقت عروسة وبقت حلوة وطلبها الأكل وتقعد بقى تتشرط وتحط رجل على رجل وتقول أنا مش عايز العريس ده، لا أنا عايز العريس ده. فين الحاجات دي؟ أنت جيت أنت تحكي على كده. انا ما بحبش اسمع الكلام ده. تحكي حواديت وخلاص. خلاص يا اخويا ما انا بتاع. انت ما انا مش عارف معاك اي حاجه خالص كده. ما انت راجل ما تتعاشرش. طلعني انا مش سايقاك. وعده عده من الليالي. قاعده عطب ليالي 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 قاعده ع
عطب ليا ليه؟ حد عطب ليا ليه؟ حد عطب ليا ليه؟ هو عطب عطب ليه؟ ولا بدي عسل شربات بتخش القلب كده يا اخي. وانت والنبي عرفتي على طول بتخش برضه جوه القلب. وكمان جمال وانوثه، تحبي منظمبليه، تحبي باديكير، مانيكير، ادعك في كعب رجليكي، اعمل لك مساج، انا بحبك قوي يا انوثه. والنبي عرفتي يا محصوره انا بحبك قد الكابينيه. اجيب لك تاكلي؟ لا ده ما بيش نفسي هتاكل. هات حاضر هات. يلا يا بنتي نحمده هات الاكل. من عليا يا معلم. هو انت على طول ما عاد الراجل ده معاكي بعد من الزنزانه؟ يا اختي بخطيها ثواب، خدي كلك. لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ لو ما كنتش انت تمتعني مين هيمتعني؟ ليه البنت دي صوتها حلو قوي؟ ممكن تعمل شريط قوي او لولب. يا اختي شربات كلي يا اختي كلي. انا هاكل بعدين بقى عشان خاطر انا لقيتي دلوقتي مزوده. لا 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 كلي يا اختي كلي. وشك اصفر عامله زي الوحده لما تبقى نفسها بعد الولاده. كلي كلي يا اختي كلي. الاكل هيبرد بس كمان شويه عشان خاطر انا هيبرد الاكل. كلي بعد ما زدتي حاجه. كلي يا اختي كلي يا اختي كلي. قبل يا ريزي طعميه؟ لا فضلت خيرك كفته. ليه والنبي؟ والنبي كفته. ربنا؟ كلي. داني زلوتي زلوتي. هل رأيك حلوة مش كده؟ كلي يا اختي حلوة قوي. كلي كلي. ايه رايك في الباروكه دي؟ حلوه. رايك يا سمير؟ مالك؟ انا عايز حق في عمليه قطاط على داير مليم. وبات الكلام رايك يا صالح؟ ما تفتح. حاضر حاضر يا سعاده البيت. حاضر. هيا يا عم صالح. ازيك يا سمير؟ ازيك يا ليلى؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا حبيبتي. الله يا بابي دي باروكه، ممكن العب بيها شويه؟ لا يا حبيبتي دي بتاعت الشغل. بابي حبيبي جايب لك حته هديه، تعالي معايا اوريها لك. يلا بصي بقى. مالك يا سمير؟ في حاجه بينك وبين شعبان؟ لا مفيش. ما تخبيش عليا. في حاجه يا صالح؟ اسمها ليلى، جوزك لايف على حتة جديدة بس شكلها قلبت غرام وهيام. ازاي؟ بعدين هقولك. امتى؟ قريب هقولك ما تقلقيش. العزل ريس طمنا عليها يا دكتور لو سمحت. هتقولي نبيل ان شاء الله لو قعد 24 ساعة على خير نبقى عدينا مرحلة الخطر. 24 ساعة؟ يا سيدي اللي عدى ال 179 سنة اللي فاتوا يعني عدوا ال 24 ساعة دي. بعد إذن حضرتك. لميس. لميس إيه بس اللي أنت بتفكري فيها دلوقتي؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ سرقتوا مني الكلية ولا تحاضر؟ تحاضر؟ ولا خدتوا منبر؟ منبر؟ أنتوا خدتوا مني إيه؟ عملتوا عملية فتحتوا فين؟ انت فتحت فرد بقى عشان تسرقوا مني دي. وانا يا دكتور انا مالي عملت ايه؟ انت وزكارة الاعضاء؟ نعم. انت بتتاجر في وزكارة الاعضاء؟ اعضاء مين؟ ايه اللي انت معلقهولي ده؟ ده الجلوكوز. جلوكوز؟ لا انا مش عايز جلوكوز، انا عايز سوبيا. سوبية ايه؟ ما انت ما عايز سوبيا. عايز سوبيا او خمر هندي. مين؟ خمر هندي.
خمر جندي مين؟ وانت اللي حاطط عليك بدل يا عمر فين لميس؟ يا عمر؟ ايوه فين لميس؟ لميس انا كلمتها وجيالك. لميس الله انا عايز لميس. هو انا مت ولا ايه؟ مت فين؟ ما انت بتنيلي قاعده اهو زي القرد. اصحي كلميني. ايوه اوعى 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 ما تجيش جنبي خالص. فين لميس؟ يا موسى حبيبتي يا عزازه يا موسى. عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشيني قوي. انت كمان وحشيني. شوفي حاطين لي الابره في دماغي. سلامتك. حاطين لي الابره. مش انا ده الدكتور. سلامتك يا قطاطا يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله. وليه ايوه انا ما اقدرش اتاخر على قطاطا يا جدو. حبيبي تميقني. ايوه يا بطي. خلاص خلاص العبوا مع بعض. انا مستنيكي في المكتب. ماشي. مع السلامه يا بيسو. بيسو. كيف عملوا فيا ايه في السجن؟ خضتيني عليك. عملوا فيك ايه في السجن؟ حطولي سم. سم؟ ايوه سم في الاكل. حبيبتي يا قطوطه بعد الشر عليك. انت لو جوالك حاجه مين هيحكي لي حواديت؟ انا حبيبتي انا احكي لك تاني اجيلك وانا عفريته حتى. الرشوه اهي. ايه ده؟ ايه؟ ايه دي بطاطس؟ لا شوكولاته. بطاطس ايه؟ شوكولاته؟ ايوه شوكولاته. شوكولاته؟ اه. نبي؟ ايوه. ايوه عمي حبيبتي. مين خليك ليا؟ ويدلعك ويجننك ويعطاك وياخذ الحلم يحط يا بطة خلاص دلعتيني وهنمتيني. بقى ايه اللي حصل؟ حصل ايه؟ هيكون ايه يعني غير الحدوته؟ يلا حدوته؟ حدوته ايه؟ الليمبي. الليمبي حبيبي اهو جاي لك اهو وزي ما قال كلكوس لحميه فاتت حية. انا اطلع لهارس ازاي؟ هقول لك. أيوة. بس خلي بالك من الديانه. دبانه؟ دبانه في كتفي هيسرقوها ولا ايه؟ دبانه ايه يا سليبي؟ الديانه الديانه بتربصين له في كل حته. خليك بستحرص. ايوه خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك انت سلم. السلب اهو. اه ده ده اللي جنبه ده. ايوه هتطلع في بين في شبال. ايوه في بين ده في شبال في فوق في تحت في بطلة في البيت في شبال في فوق. يلا 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 في تحت. يلا فتحي. يلا وبعدين بقى في الجدع اللي طلعنا في البخت ده اللي اسمه لمبي واكل عقل الفلاحين ودايرين وراه على طول. قولي بقى لازمي تاني ايه؟ عمدة يعني ولا خيال مقاتل؟ اصبر بس يا عمدة. الصبر حلو وكل وقت وله أداء. والليمبي دي تصريفته معاني. السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ صحة صحة يا ريس. أنا طبعا كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لأراك يا هالي. إيه ده؟ إيه على روحك الفتح؟ إيه يا عم أنت يا عم اصحى وفوق وفتح للكلام. أنت تعرف أنت خلاص هي طارت منك ولا إيه؟ ده أنا الليمبي يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني ايه الكلام ده؟ لان احنا برضو بلد الجدعانه والرجوله والادب. الليمبي من السيده زينب وعارف يعني ايه الاصول. مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوء خلاف بيننا وبين المبيع بينا. ماشي؟ سلامة يا شنتالة. انا ضربت ايدي في حل التفال ولا ايه؟ Mm-hmm.
لكن ايه اللي صابك يا زينة الشباب؟ فوق فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدر عليا، لو ربنا كرمه وقام بسلامي لدبح جدي ووزع على البلد كليتي. عيب عليك يا راجل اختيش، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو ابتدى يفوق اهو. الكنز سليبي. اللهم صل على النبي. انتوا ولا انتوا ناس تانية؟ لا حول ولا قوة الا بالله، بيخطرف يا رجال. ايه مصابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. الحمد لله على السلامة. تمام، ده انا دغدغتكم كلكم. انتوا بتضربوني؟ عايزين انا مش من المنطقة تضربوني؟ لا يا سليب. انا هتضربوا معاك نوريك انت. انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سليبي؟ ولا فاكر يا فتحية، ولا فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقه مع حد فرديته بالبنيه. انت دحنا ايديا دخلت في عطر. اصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحيه انا ولا حاجه؟ مش مهم، حبدل على سلامتك ان شاء الله. يعني ده شارع بعيد الشارع عليك يا فتحية. صدق اول مره احس ان في بني ادم بخاف عليا، وفي حنيه كده وودن يعني بينه. قول لي انا بخاف عليك يا زعيمني. ايه يا عم انت ده؟ ايه يا اخويا خضيت ودهدي؟ زعيمنا ما يتخضش يا عم، لا يخد بالك بزي يا عم. استنى، انت ما مش عارف التمييز اصلا. انت ما فيش اي تمييز؟ ما فيش اي تمييز؟ انت مش في لحظه هنا عاطفيه تميز لحظه فيه هنا ودن وحنان؟ يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكيه. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا، وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولى، وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا، وكان زماننا بعيد. بلا زمني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوقوا كبلوا كلامكم بره، سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقول لك على سر يا سليمبي، حكايه هريسه اللي بتخاطر بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغت، اللهم فتح. ايوه تمام كده، واكيد العمده هو اللي عمل المهرس ده يا رجاله. ده الراجل ده شكله ده ضربني. اني ايوه دماغك انا فاكرها. لا اله الا الله. والله يا هريسه الكلب ما اعتاد، وان كان العمه ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز راني هخلص عليك. خبر ايه يا حضره العمده؟ اهدي مش كده؟ ساعه الغضب العقل بيذهب بيروح. واني هعمل ايه بالعقل؟ انا عايز الكنز. ايوه كده صح يا عمدي، الكنز. وانت مال امك؟ حد طلب منك رايي؟ اخرس انت هلا حط بلغه في بقك. احنا يا عمده جربنا معاها الشده كتير وياما، يعني كانت عملت حاجه؟ كلب ولا يسوى زيده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر. واني عمدي الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 باره. ده عدل ده يا شيخ يا اللي دارس الدين؟ الدين براء من هذا الظلم، ظلم الانسان لاخيه الانسان. حكم الانسان لظلوم، وعشان يرجع الحق لاصحابه ونعدل الميله لازم يكون في الحكايه حكمه. حكمه؟ ايوه حكمه. اخرس انت. طيب يعني عاوز نعمل ايه؟ خلص احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بكتم، وسيبني اني اللي اتصرف معاه. ماشي؟ انا جعان يا عمده. اتسد يا بغل هاكلك جتك الهم. يلا يا دي حلوان
افتح الباب. لا يا عمده انا بخاف منه. خاف خاف يا نغه. افتح الباب يا خيخه. يلا يا شيخ. اعوذ بالله. مين؟ عليك سلام الله. وانت عليك غضب الله. مقبولة منك يا سي هريسي، مقبولة منك يا هريسي. يا ابني مش عايز تعقل كده هو بقى وتدل العمدة على مطرح الكنز وتمتثل للقضاء والقدر؟ سيب القضاء والقدر لصاحبه. فهمني، من اللي ادى اسماء الفلاحين الغلابة للاستعمار الانجليزي عشان يشنقوهم؟ كلامك غامض علي. الكلب اللي بيكنس من ورا خدمة الإنجليز على حساب أهل بلده ويبيعهم بالرخيص. الشيطان اللي انت حطت يدك في يده. يعني أهلي أهلي إيه ديه؟ هو الشيطان هني؟ ما تلم نفسك يا سهريسي، انت مش شايف بتكلم مين؟ لا مش شايف. ولما انت أعمى البصر اتكلم على قدك. انت بتعايرني على إني أعمى؟ أنا صحيح أعمى البصر، لكن انت اعمى القلب والبصير. اصفخس عليك عمده معفن، عمده هزق. انت واهلك اللي هزق وعيله واطيه ولا عنوان. طخ الواد ده عيارين عديم الرمايه. البندقيه ما فيهاش رصاص يا عمدي، قلت لك 100 مره قبل كده ان شاء الله حتى نحط فيها قرنين فلفل احمر. تهويش كده يعني؟ يا تجدهي في امك. يمين بالله ثلاثه، ثلاثة بالله العظيم، لو ما قريته بالحقيقة بكرة قدام الناس في صلاة الجمعة. بكرة الثلاثة يا هريسي. يا سيدي مشيها جمعة. وبعدين أنا راجل أعمى، أنا بحذركم إن ما قريته للناس بالحقيقة هكشف سركم قدام البلد كلها، أنت والشيخ العرة دي. هخليهم ياكلوكوا بسنانهم ويقطعوكوا نساير نساير. ولا علوان، استوسخ لي سكينة مصدية وهاتها عشان أحس بيها رقبة الكلب ده. سكينة ايه يا عمدة؟ بس تعالى تعالى بس تعالى بس ابني يا فش غلي. صلي على النبي يا راجل، يلا بس تعالى. اخصي عليك وتفي. الحمد لله الحمد لله انني راجل أعمى عشان ما اشوفش الوجوه العكرة دي. والنبي يابا علقيلي على براد الشاي عشان اعمل كوبايه شاي لسيليبي. حاضر يروح امك وقلب امك. النبي يا رب ارجع لايه متجوزه. بطلي برطمه يا وليه وروحي اعملي لي كوبايه شاي معاك يا كمان. حاضر يا اخوي. والنبي يا رب تسمع منها. واني هنام شويه. ماشي. عيلة عيلة متفهمة. سلبتك يا سلبي. ما بلاش سلبي دي، يعني سلبي دي بحس ان انا قاعد قدامك عريان. يا بنت عسل والمصحف ده. والنبي عسل يا بنت، ده انت بصي ده بص في عينيك بحس ان في مصيص من الامل جاي. في ميه كفايه ميه كفايه ميه فتحية. لازم اني نزل الحراري. حراره ايه اللي تنزل؟ ده انت لو بتنزلي عليه كان زمانه نزل وغرق دلوقتي وبيقول انقذوني. خلاص يا سيدي بلاش. بص بقى دلوقتي بقى ايه؟ قرب مني. احترم نفسك يا سيدي. ماشي خلاص قربي شويه كمان. حلو كده؟ يا بنت بالراحه. العيله دي قطع عامل نفسه نايم وكانه جاي له غبوبة السكر، وامه بتجيب الشام المزارع كنيا، وبنت قافزه على رجل. بتكسفنيش يا سيدي. لا مفيش كسوف خالص. بص بقى يا ستي، خليك معانا عم الحج وانت نايم كده. ها بص بقى، انا فكرت في الفتره اللي انا كنت نايم فيها. يوه
بتفكر ازاي وانت نايب؟ بتفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايب؟ ايوه طب انا هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر ولا اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم، عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. ماشي نعمل ايه؟ نتجوز. يا الف بركه. ده كمين ده ولا ايه؟ ازاي انتوا تسمحوا لنفسكم يحصل كده معاكم؟ اخش عليكم الاقيكم مربطين من ايديكم وداخلين تتشنقوا زي المواشي. لا لا وليه؟ يعني لا وليه الاثنين في نفس واحد؟ لا وليه؟ ليه؟ هل انتم حيوانات؟ هل انتم بكر؟ هل انتم جنوس؟ لا طبعا لا، انتوا انسان. انتوا واحد انسان عظيم فلاح كلب خرصيص. فلاحين انتوا ايه؟ فلاحين. طب انا هسألكوا سؤال. افرض ان الظروف ما سنحتش انه الليمبي يبقى الزعيم بتاعكم. بلاش. افرضوا ان انا النهارده ما رشحتش نفسي للانتخابات بتاعت الرئاسه، كنت هتعملوا ايه؟ قول لي انت كنت هتعملوا ايه؟ كنا هنعمل ايه؟ انا اقول لكم انتوا كنتوا هتعملوا ايه؟ ولا حاجه. لان انتوا منتظرين الزعيم اللي يجوا ينتشلكم من قلب الكنيف. لكن لا 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 ولا الاثنين برضك مع بعض. اوعوا تنتظروا الزعيم اللي يجوا يطلعكم من الكنيف، انتوا اخرجوا من نفسكم بالكنيف. ايوه عنده حق. كلامك حلو. يا سلام. يا سلام على العلم والنور يا جدعان. امال ايه؟ العلم والمنطق بيرمي فلقسته علينا. فلقسته ايه؟ فلقسته ايه؟ فلقسوف يا جاهل. ده زعيم وفلقسوف. عاش الزعيم الفلاسوف الفلاح. عاش الزعيم الفلاسوف الفلاح. طلعنا من الكنيف يا زعيم. طلعنا من الكنيف يا زعيم. اخواني ايوه احنا كنا بنتكلم في ايه؟ ايوه صح، احنا كنا بنقول ايه؟ زهينا من الكلام واللت والعجل دي كلاته. احنا اللي بنبات فيه بنسبح فيه. طب تصدق بالله يا سي الاستاذ لمبي؟ لا لا الا الله. حكايه المشانق دي جات لينا على الطبطاق. ايوه قولي ليه؟ لانهم لو ما كانوش هم هيشنقوني قلنا احنا شنقنا نفسينا. ايوه على قولك، عشان نبقى طلعنا من جهنم في الدنيا نروح نتشوي في جهنم تاني في الاخره. استغفر الله العظيم. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. والله ما يرضى من الاذين. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ومن الراجل ده؟ ده العمده. بتشغل ايه؟ عمده بلدنا. بياخد مرتب كويس ولا ايه؟ ما انت عارف يا لمبي انه نهب خير البلد كلتها. خش اعمل لك شعبيه. اتفضل يا حضره العمده. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا عم. اتفضل. منور يا زعيم. منور. الله يخليك. ده ابنك ده؟ لا ده شيخ البلد. ما شاء الله كبر. ما شاء الله. اه طبعا. حبيبنا عمدتنا. الليله. ايوه. ليلتك بقى. الدبايح والرقص والمغنى. وان يا هقوم باللازم بنفسي. ربنا يخليك يا عمدتنا. بيت كرم بقى ولا ايه؟ بالك انت. ايوه. انا اول ما شفتك بالهدمه دي قلت الجدع ده يا اما ولي من اولياء الله. الحمد لله. يا اما اراجوز. يا اما زعيم. ايوه انا زعيم، بس خليها في سرك يعني. وانتوا كلكم يا اخوانا معزومين الليله عندي علشان عيون الزعيم. يا سلام يا اولاد، الفرحه حلوه. ايوه ادعوا العم ده. ادعوا له. يخرب بيت ابوه. احنا ندعوا له. يخرب بيت ابوه. يا سلام، شايف محبه الناس يا عمده؟ ايوه يا شيخنا، هو انا عايش الا بمحبه الناس؟ ربنا يديمها عليك نعمة يا رب. يلا سلام عليكم. سلام يا رب. سلام عليكم. ادعوا له. ادعوا له. يخرب بيت ابوه. ادعوا له. ادعوا له. يخرب بيت ابوه. هو احنا كنا قاعدين ليه؟ انت قول يا زعيمني واحنا كلنا وراك. ايوه بس خلاص بقى كده بقى، مش عايزه كلام. احنا تعبنا من الكلام، فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا. نهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات.
بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هاو 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 نو 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 باك 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 ما 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 انتوا ايه؟ معلش معلش كلام وده اهم حاجه ان انتوا تشيلوا الجله والقرف على دماغكم. وتحسوا ان انتوا ايه؟ حيوانات. يبقى انتوا ايه؟ حيوانات حيوانات لا ومش كده وبس. تحس ان انت جلوط وانت في قلب الكده. لازم نبقى مهزئين. عشان طين بلدنا يتحط على دماغنا. ما فيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك حلو. صح كده؟ انتوا ما تستناش كزعيم كزعيم ان هو يجيبكم ويسيبكم من قبل الجلوط ما يصحش طبعا يلا بنت جرمش يلا عايز ايه يا بنت؟ انا فتحي ايه ده فتحي طب مش كده طب اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر عايز اطور من الطينه اللي انت فيها اطور من الطينه بنتنا احنا مستنيين والله زعيم ايوه يلا يلا وعهد الله زعيم ايوه انت بالذات تجيلي عشان تاخد فلوس في التهزيق الله يكرمك بس مع الف سلامه تعالى يا بنت ايه عايز ايه خد يا سلبي الحاجات دي سلبي والحاجات ايه ده ده لبس جدي قبل ما تتهسوا الجابوسي جاموسه ده ايه بولت ايس كريم دي ولا ايه دي طقيه ايوه طب انا هعمل بيهم ايه دول تعمل بيهم ايه طب ده انت لازم ولابد تتغندع وتبنج قدام اهل البلد كلمه اشحال ابا كانتش الهاسه والفرحه دي معبوله مخصوص عشانك انت يا زعبدي زعبدي ايوه بلاه زعبدي وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده فهمتني ايوه فهمتك صحيح وراه كل رجل عظيم لحنيه الله قولي يا سلبي ايوه هي ايه اللحبيه دي عمال تقولي لحبيه شكلك بتعكسني يا بنت هو انا شاديه بك الا اللحنيه بتاعتك سابع سابع ليه سابع سابع ايه سبعت ايوه سابع سابع ايه بقى سبعت الناس فرحانه بك قد ايه رأس وبغنى وبزيكي ايوه احنا نقعد نزغط بزغطوا طبعا هوا بقى وهو وتريت تريت تريت هوبا ايريتي طب انا البس الحاجات دي فين؟ البنت العبيطه البنت دي ولا ايه؟ بقول لك انا بعمل اراجوز بسم الله الرحمن الرحيم تعالى اعمل اراجوز ايه ده؟ البطل ايوه البطل ايوه الزعيم ازيك يا اهلا بالبطل ايوه خلاص الله يخليك يا رافع راسنا ايوه يا رافع راسنا أيوة. يا حامي ولادنا ايوه خلاص يا مفرح نسواننا ايوه اهلا بالزعيم الله يخليك بقولك وحياه ابوك انا عايز اقول لك كلمه انا عايز اغير الهدوم دي تروح فين انت تروح في اي حته يا زعيم تعال على دوار اليوم دي غير هناك لا 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 العم لا انا عايز حته تانيه مكنفه كده جداريه عينيا يا زعيم احنا فيك الساعه فيه الغرفه بتاعه الغفير هناك بس هي مش في مقامك يا زعيم مش في مقامك انا هخش اكل لما هخش اغير كده لا لا مش في مقام يلا يلا لا زعيم الا انت يا عم يلا بقى لا زعيم الا انت عند بدل تسقيل قوي حبيبنا وحبيبنا يا بطل حبيبنا 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 وحبيب البلد كلها والله يخليك حبيب البلد دي كلها والله الله يخليك يا بطل يا بطل يا جميل يا جميل يا جميل ده ايه النور اللي مالى الدوار النهارده ده الله يخليك ده ايه الضي اللي زغلي العينينا دي الله يخليك ده ايه الكهارب اللي ضاربه في وشنا دي طب احنا هنقعد ولا احاسب على وصل النور وامشي
البطل طب انا كنت الخدمه الشريفه البطل ته ما يقعد على جنب انا بعدك يا عبد الله احمد هيبنا لا سهل على شرك شرك خبره يا اخوي خبره البطل واحد يعني مش قد معاه ولا ايه ولا الطلاق بالثلاثه ما يقعد الا في حال يا بطل يا حبيبي يا مشرفنا والله والله البطل ده ما يقعد الا في حال البيض والذبايح والهبر والطعمية بقى انا ما بحبش العجة يا عمدة احنا نذبح لك نعام نعام الله ربنا ينعم عليك فين الزمر وفين التمر انا ما بحبش التمر انا احبش التمر لا 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 مش التمر الطبل ما بحبش التمر انا ما بحبش الناس دي عملتها ايه شكلها كده ايه التمر ده لا الطبل اللي هو بين اللي بيني ايوه الراس والمزاج والصهربه دغري يا مسيكي انت بص انت ما علاقه في وسط النواشي اللي واقفه دي دايم كل دول قاعدين خلي بالك يا عسل بموت فيك وكمان ناوي على البت اللي زي لحظه القشطه دي لا كل اللي فتحيه تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني عسل والله طلعت عايز اشوفك بعد الكنيف تليفونك ايه طيب؟ اروح الكنيف مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم ايه يا وليه؟ خزعتيني كده ليه؟ حلوه قوي يا عمر ايه؟ هي مين دي الحلوه يعني؟ الليله
الليلة يا عمدة. أيوة أيوة الليلة. الله يعزك يا ميت تدري. ما تروح تشوف الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم. طيب يا عمدة. يا أهلا 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 يا زعيم. أهلا بك يا عمدتنا. منور والله. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. والنبي زعيمكو يعني عايز اعمل بيبي. يعني ايه بيبي يا زعيم؟ ايه يعني ايه بيبي يا زعيم؟ بيبي يعني انا عايز اروح الكنيف. عارفين الكنيف؟ يعني انتوا بتعملوا بيبي؟ خلاص وصلت وصلت. عرفت دي؟ عايز اعمل الحمام يعني حمام. أيوة. يا أيوة. فتحية أيوة. يا ستي فتحية. انت يا بنت يا فتحية. وسعي سكه عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس. أيوة. الحمام ها. ايوه انا الزعيم. الزعيم رايح الكنيف. الزعيم حيخش الكنيف. اتفضل. بعد اذنك يا رجاله. اتفضل يا زعيم. وادي يا حلوان. امر يا عمده. هريسه متامن يا ولد. امان الامان يا عمده. حط في بطنك بطيخه صيفي. طب غرجتك ده يا فم. منور يا جناب المأمور. أمال يا حضرة العمدة، هو احنا لينا بركة إلا جناب المأمور؟ دول قولي الأمر برضو، قولي الأمر. أيوة أيوة يا شيخنا. لحنية فتحية. أنا أطلع لهريسة إزاي؟ هقول لك بس خلي بالك من الديانه. دبانه دبانه في كتفي هيسرقوها. دبانه ايه يا سليب بالديانه؟ الديانه بتربصين له في كل حته. خليك بستحرص. ايوه خليك بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك انت سلم. السلب اهو. ده اللي جنبه ده. هتطلع في بين في شبال. في بين تاني في شبال في فوق في تحت في بطله في بين في شبال فوق. يلا 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 يل